بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات سهرة مع. سهرة مع هيكون برنامج خلال الفترة القادمة، هيكون دائما سهرة مع نجم. الحقيقة دائما خلال الفترة اللي فاتت زي ما حضراتكم بتشوفوا كل البرامج وكل ما يحدث داخل قناة النادي الأهلي بغرض واحد فقط، وهو ان حضراتكم تبقوا راضيين وتبقوا حضراتكم دائما سعداء بما يحدث داخل قناه النادي الاهلي. لما جينا نفكر في اطلاق هذا البرنامج فكرنا في اولى الحلقات هتبقى مع مين، وجدنا ان كل الناس مستنيه الشخص الاول او المدير الفني للنادي الاهلي اللي هيكون مع حضراتكم النهارده في حلقه هامه جدا جدا جدا. مارتن لاسارتي هيكون في حلقه زي ما قلت لكم او زي ما دايما بقول لحضراتكم ان هي حلقه هتبقى هامه جدا جدا جدا. لاول مره على اي قناه تلفزيونيه هيكون او اختار ان يكون في قناه النادي الاهلي. خلينا نطلع بقى نستقبل لاول مره على اي قناه تلفزيونيه مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي في اولى حلقات سهره مع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده زي ما قلت لحضراتكم حلقه خاصه جدا في قناه النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي، المدير الفني الكبير للنادي الاهلي مارتن لاسارتي. خلينا نرحب اولا بمارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي. ازي حضرتك يا استاذ مارتن؟ bueno muy bien encantado. سعيد ان اكون في وسطكم ومشكر جدا. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا لاول مره في قناه مصريه. وجودك في قناه النادي الاهلي شرف كبير الحقيقه ان احنا ان حضرتك تكون موجود معانا. كل جمهور النادي الاهلي سعيد بوجود حضرتك معانا النهارده. bueno muy bien la verdad que es el placer mío. هو سعيد جدا ان هو يكون موجود في وسطكم. والحقيقه ايضا معانا الاستاذ وائل الجبري النهارده المترجم الخاص بمستر مارتن، هيترجم لحضراتكم كل حاجه. النهارده عندنا حلقه طويله جدا جدا، هنعرف من مستر مارتن او هنبتدي معاه في حاجات كتيره جدا. هنتكلم في كل حاجه، في الكوره وفي الحياه الشخصيه وفي هنتدخل في كل حاجه عشان خاطر طبعا جمهور النادي الاهلي يعرف قد ايه هذا الرجل كيف يفكر خلال الفتره اللي فاتت وكيف يفكر خلال المرحله القادمه. الحقيقه هبدا اول سؤال مع مستر مارتن، وزي ما هقول لحضراتكم ان احنا خلال الحلقه دي بالكامل هنبدا نتكلم مع مستر لاسارتي منذ البدايه، كيف بدا التفاوض لغايه ان شاء الله تفكيره في مباراه نادي الزمالك وفي المرحله القادمه. فهنبدا اول سؤال النهارده مع مستر مارتن. يعني نادي الاهلي نادي كبير ومعروف اسم النادي الاهلي، ولكن الناس عايزه تعرف كيف بدا التفاوض مع مستر مارتن لاسارتي. Se contactó un agente con احد الوكلاء كان اتصل بزميل ليا. لما اكتشفنا ان النادي اللي طالب التعاقد معايا نادي مهم زي النادي الاهلي استمرنا في المفاوضات ووصلنا لاتفاق.
No, bueno, después como todo. جينا في الأول في زيارة استكشافية نشوف النادي. Buscamos información sobre los futbolistas. وبحثنا وعملنا دراسة للعيبة بتاعت الفريق. En qué momento de la liga estaba. وفين هو في مستوى الدوري. La final perdida, digamos, de la Champions de África también. والفاينل اللي خسره الأهلي برضو درس الموضوع ده. Vimos algunos partidos, algunas imágenes. شفنا بعض الماتشات وبعض الصور للنادي. Pero eso es lo normal, digamos, lo normal cuando hay una posibilidad de estas características. دي كان كل شيء عادي بدراسة عادية للموضوع التفاوض. هل كنت تعرف اسم النادي الأهلي قبل بدء هذه المفاوضات ولا حضرتك شفته من السيرش أو البحث اللي حضرتك عملته؟ Bueno, si había escuchado antes el nombre. Sí. Sí, claro, no, pero a ver, si uno pone en una hoy en cualquier buscador de internet. أي باحث في الإنترنت. Que todos lo hemos hecho alguna vez. ممكن نكون عملناها قبل كده كتير. Busca los equipos más importantes del siglo pasado. عندما تبحث عن أهم فرق في الكرة القدم. El Al Ahly está ahí. El Ahly موجود في وسطهم. No es tan difícil de saber qué equipo es o qué equipo. مش من الصعب. ليس من الصعب يعني اكتشاف اسم الأهلي لأن هو من أحد 10 أهم أندية على مستوى العالم. تمام. هل كان في حد معين كنت حريص إن أنت تسأله؟ على النادي الأهلي وعلى التعاقد مع النادي الأهلي ولا حضرتك بتاخد القرار من نفسك؟ نو سوري الاكيبو سي سألت بعض الوكلاء في وأصدقاء ومنهم هو أكدوا لي الفكرة اللي كانت عنده واللي كان جمعها عن طريق الإنترنت عند الأهلي وعشان كده دي كانت المساعدة اللي هم عملوها معاه. كوتش هل كان يعني هل في عراقيل حصلت أثناء المفاوضات ولا الموضوع كان بسيط وجميل و Si se hizo la negociación, si fue sencilla. Sí, tuviste. Digamos, generalmente nada se resuelve de un día para otro. ما فيش حاجة بتتحل في من يوم للآخر على طول. Pero nunca me dio la sensación. لكن دايما كان عنده اليقين إن هي هتنتهي المفاوضات بالتوقيع والنهاية. خلينا أسأل حضرتك هل كانت شخصيتك اللي هي دائما بتبحث عن الفوز ودائما بتبحث عن إن أنت تكسب كل المباريات اللي أنت تلعبها؟ وشخصية النادي الأهلي المعروفة بهذا الشكل أيضا أن هي دايما النادي الأهلي عايز يكسب كل مبارياته، هل تقارب الشخصيتين أو شخصية النادي الأهلي مع شخصية مارتن لاسارتي كان له أثر في إنهاء التعاقد؟ Bueno, ese es un aspecto también, lógicamente. أكيد ده كان موجود، أكيد ده كان عامل موجود. Yo he tenido la fortuna de trabajar en equipos. هو كان لي الحظ ان انا تعاملت مع فرق. Que tienen como objetivo, bueno, ganar. En el fútbol doy que ganar siempre. كان هدفها دايما الفوز. Pero bueno, el fútbol sudamericano en particular. الكرة اللاتينية. Se vive con mucha pasión. بيكون فيها حماسة. Y yo tuve la fortuna de jugar y dirigir. وهو كان ليه الحظ ان هو لعب وأدار. A un equipo que tiene estas características, la de querer ganar siempre. أدار بعض الفرق التي تسعى دائما للفوز. Supongo que bueno que de alguna manera eso generó algo en mí. Vivo el fútbol de esa manera. ده عمل شيء فيا وخلاني دايما ببحث عن الفوز. تمام. هنطلع نشوف تقرير عن شخصية مستر لاسارتي مع النادي الأهلي ونرجع بعد هذا التقرير نكمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. هنكمل حوارنا مع مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي في أول حوار على قناة مصرية على قناة النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم احنا اتكلمنا في الاول على بدايه المفاوضات مع مستر مارتن لاسارتي. عايز اسال حضرتك انت جيت في فتره صعبه جدا، يعني الحقيقه فتره كانت كلها اصابات، مجموعه كبيره من اللاعبين عندهم اصابات، مجموعه كبيره من اللاعبين مستواهم الفني بعيد عن المستوى المامول منهم، ولكن ازاي قدرت تلم هذا الموضوع خصوصا في ان انت كان عندك اول مباراه انت جيت لعبتها ضد واحد من الانديه المنافسه نادي بيراميدز واتغلبت في اول مباراه. Bueno, creo que es un trabajo de todos, ¿no? Lo primero fue cuál era el panorama. وكنا شفنا تشكيل اللعيبة. Tratar de que cada uno de ellos hiciera lo mejor posible para recuperarse, descansar bien, alimentarse bien. احنا طلبنا من اللعيبة ان هي تبذل كل ما اقصى ما تستطيع ان هم يتدربوا كويس ويتفهموا. Es un deporte colectivo. ويتفهموا ان هي لعبة جماعية. Y que no íbamos a salir de un día para otro, que necesitábamos tiempo. وأننا لن نتقدم من يوم للآخر بسرعة، لكن نحتاج إلى الوقت. وكنا بنسعى دائما لتحقيق نتائج إيجابية، وقدرنا نتحسن في مستوى اللعيبة ومستوى طبعا اللاعبين.
futbolísticamente, a mostrar el coro y sobre todo en la cabeza, ¿no? Desde el punto de vista mental. Bueno, ودايما من الناحيه النفسيه برضو حسينا الناحيه النفسيه وخرجنا من ده ان شاء الله. طيب النادي الاهلي دايما يا كوتش بيلعب على المركز الاول، المركز الثاني بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي لا يمثل اي شيء، من الثاني زي الاخير بالظبط، في حتى في بطوله الدوري، في البطوله الافريقيه، في كذا في كذا. هل ده بيمثل ضغط عليك كمارتن لاسارتي لاول مره يكون موجود في مصر كمدير فني للنادي الاهلي؟ En realidad yo no lo vivo como una presión. Casi como una forma de vida, una forma de sentir el juego. Yo cuando gano estoy contento. Y cuando no gano estoy triste. Y quiero siempre quiero estar contento, quiero estar feliz. Por lo tanto quiero ganar siempre. A sabiendas de que no siempre es posible. وانا عارف ان ده دايما مش ممكن يكون دايما ده الحال يعني. Pero no lo vivo como una presión. لكن ما بشعرش بده كضغط عصبي عليا. Lo vivo como un objetivo a tratar de conseguir. لكن ده هدف بسعى له دايما. طيب هرجع تاني مره اخرى للمفاوضات في النادي الاهلي، كيف كان او اول قعده ليك مع الكابتن خطيب كانت عامله ازاي؟ رئيس مجلس اداره النادي الاهلي طبعا. La recuerdo con mucho agrado. بذكر الجلسة دي بسعادة دائمة. Fue muy cordial con nosotros. كان ودود جدا معنا. Nos presentó él también desde su lugar el club. وهو عرفنا بالنادي على طريقته. Nos presentó también cuál era desde su punto de vista cuál era la situación. وعرفنا بالوضع اللي كان فيه النادي. Y bueno, que él también estaba entusiasmado, que él tenía mucha confianza en nosotros. كان متحمس وعنده ثقة كبيرة فينا. Y eso quizás sea más presión. ويمكن ده هو اللي يكون نوع من الضغط اللي انت كنت تقصده. Corresponderle al presidente. ان احنا confianza. نقدر نتحمل مسؤولية وثقة الرئيس النادي. Corresponderle a Sayed la confianza. وبرضه نتحمل مسؤولية والثقة اللي اداها لنا كابتن سيد. Y bueno, y la verdad que fue una muy linda reunión. Tengo muy buen recuerdo de ese día. كان اجتماع مثمر وبناء بالنسبة له. طيب استقبال الجماهير بقى، انا حتى محمود سعيد وهو جاي، محمود سعيد طبعا رئيس تحرير البرنامج وهو جاي قال لي وهو داخل على بوابه المدينه الناس كلها الحقيقه رحبت واتكلموا معاك على المباريات القادمه وعلى البطوله الافريقيه، كيف يعني او ازاي شفت الاستقبال الجمهور لحضرتك منذ مجيئك الى النادي الاهلي؟ سي بونو سي اس فيردا نوتو موتشا لا جينت اس موي 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 كارينيوسا. الناس هنا عطوفين جدا. La verdad que bueno siempre están apoyando, siempre hay un grito, alguna cuestión positiva de aliento. Y sobre una cosa que sobre la llegada que fue muy importante también. عن الوصول اللي احنا شفناه النهارده. Fue el apoyo de los compañeros de trabajo, ¿no? الوصول طبعا لمصر كان دايما في حاجة مهمة تانية أنا ما اتكلمتش عنها، هو دعم الزملاء سامي يوسف سامي طارق. كابتن سامي، كابتن يوسف، كابتن طارق. Que nos hicieron sentir, bueno, ما أكيد كنت هسألك عن الموضوع ده يعني. Seguro te iba a preguntar de eso antes. ¿Cómo? Que te iba a preguntar de eso. Ah, perdón. No, pero bueno, sí, pero es verdad. La verdad que recibir a alguien de fuera a veces no es fácil. دايما استقبال شخص غريب من الخارج بيكون ما بيكونش سهل. Pero ellos nos hicieron sentir muy rápidamente muy integrados. Eso para nosotros fue muy importante. لكن حصل انسجام سريع ما بيننا وده بفضلهم هم يعني. طيب اتكلمنا بقى عن دور الكابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، الكابتن طارق سليمان، بقيه الجهاز، الكابتن حسين عبد الدايم، كل الجهاز يعني. انا عايزك تتكلم عن الجهاز وماذا يفعل الجهاز الفني مع مستر مارتن لاسارتي او دور الجهاز الفني مع مستر مارتن لاسارتي. Bueno, a ver, lo más específico es lógicamente lo de Tarek porque es entrenador de porteros. اللي ليه عمل خاص هو كابتن طارق. Y está bueno, está con ellos y trabaja con ellos específicamente. وبيشتغل مع حراس المرمى طبعا. Y bueno, en el caso de Yusef y Sami, Captain Yusef o Captain Sami, lo que ellos están continuamente aportándonos, هما دايما بيدعمونا es su conocimiento bueno, tanto de la liga local وبيمدونا بالمعلومات عن الدوري como lo de la Champions de África, ¿no? زائد البطولة الأفريقية. Equipos, فرق، بيمدونا معلومات فرق، jugadores، لاعبين، formas de juego، طريقة لعب،
en fin, hasta un estadio, el piso de un estadio. حتى معلومات عن أرضية الملاعب اللي احنا بنلعب عليها. Todo ese poco conocimiento que podemos لو tener. لو هي حلوة قوي أرضية الملاعب، خد بالك أنا حلوة جدا يعني. Sí, los estadios están muy bien, los suelos están más o menos. هو الاستاد بيبقى كويس لكن أرضية الملعب بيكون نص ونص. Pero bueno, pero es importante, son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Hay partidos donde uno quiere jugar de una manera. لكن لازم نكون عارفين ده ويكون واحد. Y si el piso no es adecuado, hay que. لو الملعب المباراة بيكون مش مناسب لازم نغير حاجات في التكتيك بتاعنا. Él lo sabe bien, ¿eh? وأكيد أنت عارف ده. طبعا طبعا. طيب برضه مستر مارتن، بما اننا بنتكلم عن الجهاز الفني خلينا نطلع نشوف تقرير عن او كلام الكابتن محمد يوسف، كابتن محمد يوسف ودوره في الجهاز الفني وماذا قال عن مستر مارتن لاسارتي، ونطلع برضه نشوف الكابتن طارق سليمان قال لنا ايه في هذه في هذا التقرير، ونرجع نكمل مع مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي في اول حوار خاص جدا لقناه النادي الاهلي وفي اول حوار الحقيقه لاي قناه تلفزيونيه. واضح من اول يوم ان هو من الشخصيات يعني عايز اقول الشخصيات الجميله، شخصيه محترمه، راجل عنده تاريخ قبل كده ودرب في انديه في اسبانيا ودرب في الاوروجواي، ومن اول يوم طبعا حطينا خطه الشغل وحطينا دور او حددنا الادوار كلها، وهو بصراحه من الناس يعني الشخصيات الجميله اللي يعني بتبعث الروح من المرح ومن البهجه والسعاده في الجهاز. يمكن احنا طبعا الوقت اللي بنقضيه في النادي اكتر من او المعسكرات من الوقت اللي احنا بنقضيه في بيوتنا، فبالتالي في مواقف كتيره طبعا بتبقى موجوده بيننا كجهاز فني، وسبيستيان كمان واليخاندرو بحكم ان هما اثنين مساعدين معاه كمان جايين، اليخاندرو للاحمال وسبيستيان مساعد، فاحنا الحمد لله يعني بصراحه ماشيين بشكل كويس جدا. مستر لاسارتي علاقته كويسه جدا بالجهاز وباللعيبه والحمد لله ان احنا كمان يعني عايز اقول يعني في روح جميله جدا رغم اختلاف الثقافات من امريكا اللاتينيه واحنا من يعني الشرق الاوسط او من افريقيا، الى ان كره القدم بتجمع ثقافات مختلفه، في النهايه مصلحه النادي الاهلي طبعا بتحكمنا في كل رؤيتنا وفي كل قراراتنا وفي كل تحركاتنا، وبتمنى له طبعا التوفيق وبتمنى له النجاح. ماشيين بشكل كويس جدا لكن لسه طبعا ما فزناش بحاجه او ما مسكناش حاجه، النادي الاهلي دايما بيعترف بالالقاب والبطولات، فاتمنى ان شاء الله ان احنا في المستقبل ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجني ثمار تعبنا سواء في بطوله الدوري العام او بطوله افريقيا او اي بطوله بنمثل فيها النادي الاهلي. عامة بشكل عام الراجل يعني بيحب قوي يسمع كتير، ودايما اللي بيسمع كتير دايما في البدايات بيبقى يعني كل ما بيسمع بالذات من الجهاز المعاون المصري بيبقى سهل انه هو يعني يحصل مع اللعيبه بالذات كمان، يعني انت عارف ان هو فتره بسيطه ومبقالوش فتره كبيره، الحمد لله ان كان عارف قدرات كل اللعيبه اللي موجوده، ده واضح من خلال طبعا الفتره الاخيره بالنسبه للاداء وبالنسبه للنتائج الحمد لله. وكل ابراهيم ما الفتره بتطول شويه برضه بمعلومات بتوصل له اكتر، بيعرف قدرات اللعيبه اللي موجوده، بس بشكل عام يعني الحمد لله يعني انا شايف ان هو بقى ملم بحاجات كتير جدا جدا، يعني سواء بقى كقدرات لعيبه داخل الملعب سواء في حاجات كتير، انت عارف النادي الاهلي منظومه كبيره، فالمنظومه الكبيره دي بتبقى محتاجه دايما نجاح المدرب بيقاس طبعا اكيد بالناحيه الفنيه داخل الملعب وطبعا حاجات كتير قوي فنيه، وكمان بقى الجانب المهم قوي اللي ده طبعا بيتسهل طبعا من خلال الكابتن سيد حفيظ هو الجانب الاداري، يعني دايما المدربين وانا شايفه ان شاء الله باذن الله انه في الفتره البسيطه اللي فاتت دي وان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى راجل ان شاء الله، يعني اتمنى ان شاء الله يعني يبقى له نجاحات كبيره في النادي ان شاء الله، يعني قريب جدا مننا كجهاز معاون، قريب طبعا من اللعيبه، المعامله النفسيه كمان مع اللعيبه شايفه بشكل ممتاز، يعني وبيحاول ان هو طبعا الجانب ده يبقى
بيأدي بشكل وما شاء الله بيأدي بشكل كويس. وده واضح من خلال طبعا معاملته مع اللعيبه في حاجات كتير كده، مواقف كده احنا بنشوفها احنا كجهاز معاه، من خلال طبعا من خلال داخل الملعب وحاجات كمان كان بره الملعب دي ما حدش بيشوفها، مش كتير بيشوفوها يعني، اثناء طبعا ادارته للمباراه واثناء طبعا وجوده في المعسكر سواء في الفندق او حتى في النادي. فهو نفسيا بيتعامل مع اللعيبه كويس قوي، دي كان اهم ما يميزه يعني بالنسبه للجانب اللي هو اللي بره الملعب يعني. ودي نقطه مهمه خد بالك للمدرب يعني، ان دايما التعامل مع كل اللعيبه تعامل كويس، تعامل هو كمان راجل ما شاء الله يعني، راجل سلوكه كمان محترم قوي معانا ومع اللعيبه، وده نقطه مهمه جدا في نجاح اي مدرب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مستر مارتن، بما اني يعني انا متحيز دائما للجيل اللي انا كنت بلعب فيه الحقيقه، هل تعرف الجيل اللي كان بيلعب من مثلا سنه 2004 2005 وحتى الان، ابو تريكا، بركات، عماد متعب، وائل جمعه، شادي محمد، جيلبرتو، فلافيو، كنت تعرف المجموعه دي ولا لا؟ A ver, al final uno cuando llega a un club como este, كالعادة دايما لما الواحد يوصل لنادي زي النادي الأهلي rápidamente te invade la información de los momentos de gloria. دايما تجي لك الأخبار والمعلومات عن الوقت العظمة ووقت المميز للنادي نفسه. Y esos momentos están muy marcados por esos futbolistas. هذه الأوقات المميزة دايما لها علاقة بأسماء هذه النجوم واللاعبين. Hay en el club في النادي نفسه hay, yo le llamo los 10 metros de gloria, ¿no? بيقول ان هما ال 10 متر بتوع المجد. Cuando vamos de la oficina hacia el campo a entrenar, لما بنخرج من المكتب لحد ملعب الملعب hay un pasillo, un corredor, في ممر donde hay muchas fotos, بيكون في صور كتيرة. Justamente bueno, son testigos de esos momentos, ¿no? بتكون شاهدة على الأمجاد اللي حققها اللاعبين دي. Y uno pregunta, ¿quién es este o quién es aquel? وأنا بسأل مين اللاعب ده ومين ده؟ Y nombran a todos los jugadores que estábamos hablando ahora y algunos más. ودايما بتتذكر أسمائهم وأفعالهم ولعبهم المميز. Es una forma también de bueno, de sentirse de uno ser parte, ¿no? De sentirse parte. وده بيحس الواحد ان هو جزء من النادي ده وأمجاده. دايما يا كوتش بيبقى فيه يعني، احنا ايامنا ما كان دايما نقول ايه، بركات وشادي دول هم اكتر اتنين يعني لزاز في الفريق، دايما تخليك ايه، يخلوك تطلع دايما بره التوتر وبره الاجواء الصعبه وكذا وكذا. مين اللي شبيه ببركات وشادي في ذلك الوقت دلوقتي يعني؟ En realidad no, es bastante repartido, no sabría identificar a uno o a dos. في الحقيقة ما اقدرش احدد شخص بعينه، لكن هو عماد دي حاجة igual es por respeto ممكن لاحترامهم للمدرب والمدير الفني. Pero parecen todos, la verdad que es un grupo bastante divertido, bastante alegre. لكن الفريق هو سعيد وظريف. Y siempre hay alguno, no es más de uno, hay varios que son capaces de hacer una broma. كثير من اللاعبين بيعملوا فكاهة ومزحة مع بعض. O romper esa presión, ese ambiente a veces. ويحاولوا يكسروا دايما التوتر والضغط اللي موجود في لعبة الكورة. احنا عارفين يعني ان واحد زي سعد سمير مثلا هو اقرب الناس او الناس عارفه قد ايه هو بيهزر وبيضحك، وطبعا خارج الملعب وخارج المباريات الهامه، ولكن انا اقصد في الحياه العامه يعني، ما عملش مع يعني حضرتك ما شفتلوش اي موقف كده قبل كده؟ بصوا بيضحك على طول. معانا احنا هو جد جدا في الملعب. سي مي دوي كوينتا que por ejemplo cuando termina el almuerzo أول ما بينتهي الغداء أو العشاء hay mucha gente alrededor de Saad. بيكون في لعيبة كتيرة حوالين سعد سمير. Evidentemente bueno debe ser divertido escucharlo o tiene cosas que decir que eso es importante. أكيد بيكون عنده حاجات يقولها أو بيكون هو ظريف مع زملائه. طب يا كوتش أنت بما انك يعني بتقعد معاهم ودائما بتقعد مع اللاعبين، هل بتتضايق من الموضوع ده ولا انت شايف ان ده موضوع طبيعي بيحصل مع كل الفرق، ان اللعيبه تهزر واللعيبه تضحك، لان الناس بتحب تعرف الكلام ده؟ No, porque son gente joven. هم شباب. Hay momentos para todo. في وقت لكل حاجه. Hay momentos para divertirse. في وقت للمتعه. Hay momentos para trabajar. ووقت للشغل. Hay momentos para estar serio. ووقت يكون جد. Y vuelvo a repetir, gente joven, tienen que vivir. Este es el momento. هم شباب وده وقتهم.
mañana no van a tener la edad que tienen hoy. بكره مش هيكون سنهم نفس السن. También tienen que guardar un buen recuerdo de esta etapa. ولازم يحتفظوا باوقات سعيده يفتكروها للمرحله دي. هي para todo. في وقت لكل حاجه. هي انا دايما انا عندي حاجات كتيره جدا اقدر اقولها بس هبقى اقولها بيني وبينك بقى مش هقولها على الهواء يعني عشان ايه ما تبقاش المواضيع صعبه. para otro programa, para otro programa. برنامج اخر ان شاء الله. لا مش في برنامج ما ينفعش في برنامج نقول انا وحضرتك بره الهوا. ولو عايز باك رايت برضه خلي بالك انا زي ما انا يعني بس انا عارف ان انت عندك باكات رايت كتير اليومين دول. Pero está en forma, está en forma, puede jugar. لكن انت في الفورمه حاليا. Y seguro que tiene mucha experiencia. واكيد عندك خبره كامله. ساعتين ثلاثه كده او لا ساعتين ثلاثه ايه؟ سنتين ثلاثه تمرين ونرجع نلعب تاني مفيش مشكله. Bueno, quizás antes. ممكن قبل كده. طيب محمد هاني بما اننا بنتكلم على ناحيه اليمين الحقيقه الناس شافت تقدم كبير جدا في مستوى محمد هاني من نقطه انطلاقه او منذ وجود مارتن لاسارتي كمدير فني للنادي الاهلي وحتى الان محمد هاني ارتفع مستواه بنسبه كبيره جدا جدا وواضحه جدا 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 ايه اللي حصل عشان محمد هاني يرتفع مستواه بهذا الشكل؟ A veces no es que pase algo. مش دايما بيكون حاجه حصلت فعليا. Es sobre todo con los jugadores jóvenes, ¿no? خاصه مع لعيب شاب. Hay que apoyarlos. لازم ندعمهم. Hay que darles confianza. ونديهم ثقه في نفسهم. Hay que marcarles las pautas. لازم نديهم الملحوظات الهامه. Las de juego. بتاع اللعب. Y las de fuera del juego. وبرضه الملحوظات اللي خارج اللعب. La verdad que en todos los casos, في جميع الحالات. En todos los casos estamos muy contentos con la respuesta de los jugadores jóvenes. احنا سعداء جدا بتجاوب اللاعبين الشباب بتوعنا. Un grado de madurez importante. هم بيكتسبوا خبرة بسرعة. Y después bueno, trabajar, hay que trabajar. ولازم يتجهوا للعمل، العمل والشغل. Repetir y repetir. ودايما يعيدوا ويكرروا دايما ويشتغلوا. Es la única manera de llegar a mejorar, ¿no? دي الحاجة الوحيدة اللي تخليهم يتحسنوا. بتحب ايه يا كوتش اكل بقى هنا في القاهرة؟ أكتر حاجة بتحبها ايه؟ De la comida egipcia. Sí, la comida. Para mí es muy difícil decirlo con las palabras de árabe porque no las sé. صعب عليا ان انا اقولها باللغه العربيه. الملوخيه. Cuando comimos eran como albóndigas, ¿cómo se llamaba eso? Kofta. Eso estaba muy bueno. El kofta, sí. لا انا مش عايزك انت تقولها ولا انا عايزه هو اللي يقولها كفتة دي. مش انت اللي تقولها. كفتة. 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 ملوخيه. الملوخيه que es la sopa verde. سوبا فيردي تو وينا نو ما جوستو تانتو ما عجبتنيش قوي الملوخيه بس صعب تقولها يعني برضه ملوخيه ولا عادي؟ كومو؟ ملوخيه ملوخيه؟ سي ما سي مي كومبليكا ما عجبتكش قوي يعني نسيتو ابرندير ان بوكو ماس محتاج اتعلم اكتر ال كي ستا فيردي سوي يو تينغو كي ابرندير موتشو اللي ما عندوش خبره جامده في الحته دي هو انا انا اول ما شفت مستر مارتو قلت له منور سي اوخالا كي نو سي اباغي لا لوس يا ريت النور ما يطفيش لا ان شاء الله تبقى الايام القادمه دايما منور فيها مستر مارتن وخلا وخلا كزي ان شاء الله يا ريت طيب ازاي بتقضي يومك في القاهره يعني بتروح التمرين الصبح وبقيه اليوم بتعمل ايه nosotros bueno lo que pasa es que al final después del entrenamiento بعد التمرين عاده algunos días comemos incluso en el club nos quedamos a comer en el club بناكل في النادي احيانا كثيره y bueno volvemos al hotel بنرجع tanto Alejandro al fondo como Sebastián بنرجع مع Alejandro و Sebastián على الفندق nos damos un ratito de descanso بناخد فتره راحه y por la tarde nos encontramos a programar un poco la actividad del día siguiente ونبدا عملنا بعد الظهر نجهز للعمل لليوم الثاني o por lo menos y ver un poquito cómo hablar un poquito cómo estuvo el entrenamiento del día او نتناقش في كيف كان التمرين النهارده generalmente transcurre así دايما بتمشي الامور كده ha habido alguna tarde que bueno que hemos ido a dar alguna vuelta hemos ido a algún centro comercial qué sé yo بعض الاحيان بنخرج نروح نزور مول تجاري En mi caso personal he ido al museo. ومرة رحت المتحف المصري. He ido a las pirámides. وزرت الأهرامات. Bueno, en fin, porque me quiero empaparme un poco de toda esta historia riquísima que عاوز أتشبع بتاريخ مصر وثقافته. اتبسطت لما رحت المتحف والأهرامات بالنسبة لك كان يوم حلو يعني؟ اه
Muchísimo, sí. كثير جدا، عجبتني جدا. Yo soy un frustrado estudiante de arquitectura. أنا درست الهندسة. Y la historia universal era una materia importante. والتاريخ العالم ده كان مادة مهمة جدا. Y bueno, me gustaba mucho toda la, digamos, la etapa del Imperio Egipcio, ¿no? فترة الإمبراطورية المصرية الفرعونية دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. Directamente es como muy fuerte. الفترة الفرعونية حاجة مهمة، وإن أنا أشوف الأهرامات دي حاجة عظيمة بالنسبة لي. Me ha gustado mucho. عجبتني جدا. الحقيقة برضو عايز أعرف حضرتك بتنقل الصورة خارج مصر، يعني هل بتنقل صورة مصر؟ ناس بتسألك بره في بلدك، أصدقائك بيسألوك عن مصر، بتقول للناس تعالوا اتفرجوا، بتعمل إيه في هذا الموضوع؟ Y bueno, ya está, han venido muchos amigos, ha venido familia. عيلتي جت. Va a venir algunos amigos. وبعض الأصدقاء هيجوا. Yo creo que uno termina siendo como un puente de alguna manera, ¿no? بشكل أو آخر أنا جسر ممكن بيجوا بسببه. Tengo algunos amigos en España también que piensan venir. ليا بعض الأصدقاء في إسبانيا برضو بيفكروا ييجوا مصر. Así que bueno, uno intenta trasladar las sensaciones que uno tiene. الواحد بيحاول ينقل مشاعره للناس كلها. Y bueno, y transmitirlas a los afectos, a los amigos, a la familia. وأحاول أنقل شعوري ده للعائلة والأصدقاء. طيب، مستر لاسارتي برضو عايز أعرف هل بقى ليك أصدقاء من هنا من مصر ولا لسه؟ Tengo a Gabri. غير جابري اكيد pero sí uno va bueno lógicamente va صديقي جابري va este va consiguiendo gente va relacionándose con gente طبعا بيكون في علاقه ما بين اشخاص hablas de las cosas más allá del fútbol no طبعا بنتكلم في مواضيع اخرى غير الكوره يعني الحمد لله ان في حد بيسالك في حاجه غير الكوره يعني sí bueno eso es importante salir un poco del fútbol no ده مهم جدا ان انت تبعد شويه عن الكوره ساعات hay un entrenador muy famoso chileno في مدرب مشهور من تشيلي que trabaja en Inglaterra que es Manuel Pellegrini كان بيشتغل في انجلترا مانويل بيريغريني y él siempre dice que el día después del partido كان دايما يقول اليوم اللي بعد الماتش hay que desconectar لازم ننفصل تماما عن الكوره لازم ننفصل تماما عن الكورة ونعمل أي حاجة بعيد عن الكورة. Y bueno, yo creo que es importante, sí. وده هام جدا. Tema de salud. ده هام جدا ودي حاجة صحية. Y incluso para poder relajarte y tomar mejores decisiones. وعشان خاطر يبقى في نوع من الراحة والريلاكس. Cortar un rato, un día, una conversación. لازم ننفصل تماما عن الكورة ليوم أو يومين بعد الماتش. طب انا هكلمك عن الكوره بقى بما انك مش عايز تتكلم عن الكوره فانا هكلمك عن الكوره الحقيقه حضرتك اول ما جيت كان هناك ضغط كبير جدا للمباريات والنادي الاهلي كان في مركز لا يتناسب مع اسم النادي الاهلي بسبب المؤجلات الكتيره جدا 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 كيف تغلبت على هذه المشكله وقدر النادي الاهلي دلوقتي ان هو يصبح في المركز الثاني هو طبعا لسه مش المركز اللي النادي الاهلي معتاد عليه ولكن خلاص الدنيا قربت قوي سي bueno la realidad era que La verdad era todo un poco desordenado, ¿no? في الحقيقة كان كل في شيء من عدم النظام. La posición era una. المركز اللي كان واخده الأهلي كان. Pero teníamos muchos partidos menos que el resto. كان عندنا بعض الماتشات أقل من الفرق الأخرى. Lo que sí nos preocupaba. اللي كان قلقنا في الوقت ده. Era la frecuencia de partidos, el poco tiempo entre un partido y otro. الوقت اللي ما بين ماتش وماتش كان قليل جدا. Eso sí fue complicado. ده كان مشكلة وكان صعب جدا. Pero bueno, fuimos intentando dar alguna rotación. حاولنا ندي تبادل للاعبين. Dándole confianza a algunos jugadores que, bueno, que estaban sanos, que estaban participando. بدأنا ندي ثقة لبعض اللاعبين اللي كانوا جاهزين للعب. De forma continua. ثقة دائمة. Y bueno, y por suerte, hoy estamos aquí. No hemos conseguido nada. احنا بالحسن الحظ ان احنا وصلنا لده. لسه لم نحصل على شيء. Simplemente, لكن estamos en una posición mejor. احنا في مركز احسن. Y bueno, y la ilusión de poder conseguir los objetivos que nos trazamos, que son ganar la liga. احنا بنسعى طبعا للفوز بالدوري وبالبطولة الافريقية. ده اللي احنا بنسعى له. تمام، لكن هو الحقيقة برضو انا عايز اقف عند نقطة لم نحصل على شيء اللي كان متابع الحقيقه الفتره اللي فاتت ملعب الاهلي لما كنت باجي اتكلم مع حضراتكم قلت لكم ايه ان مفيش حاجه اسمها بعد تعادل نادي الزمالك مع نادي المقاولين العرب مفيش حاجه اسمها ان الاهلي خد الدوري او الكلام ده كله وبالمناسبه واضح جدا الكلام ده اللي انا كنت بتكلم فيه خلال الفتره اللي فاتت واضح جدا ان مستر مارتن مركز على الكلام ده ان النادي الاهلي حتى هذه اللحظه لم يحصل على اي شيء
Exacto, sí, no, no ganamos ده, nada. ده حقيقي, o sea, احنا ما كسبناش الدوري. Lo que hemos hecho, اللي احنا عملناه, nos hemos puesto cerca, ان احنا قربنا شويه, hemos clasificado en el grupo, احنا تأهلنا في المجموعه بتاعتنا. Eso, todo eso es bueno, ده حاجات كويسه. Pero al final hay que pasar la raya y ver qué es lo que consigues. لكن في النهايه لازم نشوف نعدي ونوصل للي احنا عاوزينه. Así que de momento solo eso, contentos, احنا سعداء. Pero bueno, falta mucho todavía. لكن ينقصنا الكثير. طيب انا هكلمك طبعا على الدوري وعلى البطوله الافريقيه, ولكن انا عايز اسال حضرتك برضو عن الاول حاجه عايز اتكلم عنها, التدعيمات اللي حصلت في شهر يناير كان ليها تاثير كبير جدا في الفريق في الدور الثاني بالكامل الحقيقه. Siempre los buenos futbolistas son importantes. دايما اللاعبين المميزين بيكون حاجه مهمه بالنسبه للفريق. Hubo un momento que de hecho في وضع ووقت معين No solamente fueron importantes por su nivel. ما كانوش مهمين بس بسبب مستواهم. Fueron importantes para completar un equipo. كانوا مهمين لتكملة فريق. Nosotros viajamos a jugar contra Saura Argelia. احنا سافرنا نلاعب شبيبة الثورة في الجزائر. No teníamos más que esos. ما كانش عندنا لعيبة إلا اللي احنا سافرنا بيهم. E incluso alguno de los que viajó estaba lesionado. وحتى إن كان واحد أحد اللاعبين اللي سافر معنا كان مصاب. Entonces, desde ese lugar, los jugadores nuevos, por lo menos nos dieron la posibilidad. اللاعبين الجدد اللي دخلوا في يناير ادونا الإمكانية. De completar equipos. إن احنا نكمل فريقنا. Y bueno, y darle cosas diferentes, respuestas diferentes, ¿no? وإن يبقى لينا دعم مختلف. Yo creo que todavía tienen mucho para dar. ولسه هيدوا كتير تمام. طيب هو حضرتك كان ليك دور في الموضوع ده, يعني هل انت كنت بتختار مع الاداره في ذلك الوقت؟ تنياس اون بابيل نيسو اسال اكيدو حسين الشحات مثلا او رمضان صبحي او كذا او كذا او كذا, هل تم عرض الامر عليك ولا لا؟ Sí, por supuesto. Nosotros vimos unos cuantos vídeos. احنا شفنا فيديوهات للاعبين. Vimos unos cuantos, me acuerdo de Ramadán en Inglaterra. احنا شفنا بعض الفيديوهات لرمضان في انجلترا. Vimos muchos pasajes de vídeos de Hussein Shahat. وشفنا برضه فيديوهات لحسين الشحات. Incluso creo haber visto, creo que vi, no sé si fue la final o uno de los partidos de la Copa Mundial de Clubes. وشفنا النهائي البطولة الكأس العالم للأندية. Así que bueno, sí, por suerte. Bueno, lógicamente el manager, en este caso Sayed, Sayed, de forma conjunta. Sayed بطريقة جماعية. Lo que pasa es que ahora hablamos de los que vinieron. احنا بنتكلم عن اللي جم. Pero no hablamos de los que no vinieron. لكن ما بنتكلمش على اللي ما جوش. Hubo otros jugadores que nos gustaban o que no nos gustaban. في بعض اللاعبين اللي عجبونا واللي ما عجبوناش. Y que ya sea por un tema económico en algún caso. ممكن بسبب عامل مادي أو اقتصادي. En otro caso porque eran extranjeros. وبعامل تاني ان هم كانوا اجانب مثلا وما ينفعش اضافتهم للفريق. O en otro caso porque bueno, no entendimos que no cumplían el nivel deportivo que pretendíamos para el equipo. او مستواهم ما كانش يتناسب مع الفريق الاهلي. طيب بما اننا بنتكلم عن اللاعبين اللي جم في شهر يناير, وانا عايز اقول لحضرتك هنا ان احنا بنسال كل اسئله ال 60 70, انت عارف ان هنا في 60 70 مليون مشجع و60 مليون و60 70 مليون مشجع اهلاوي طبعا, و60 70 مليون مدير فني للنادي الاهلي. Son muchos. بتقابلهم في الشارع اكيد يعني وبيقولوا لك رايهم كل حاجه. Eso es presión, eso sí es presión. ده هو الضغط اللي انت بتتكلم عليه, ده هو ضغط وتوتر. Eso es divertido ir en un auto, por ejemplo. هو من ممتع ان انت تكون في تاكسي او عربيه. Y de repente se te pone un auto al lado y te empiezan a gritar. ويجي عربيه جنبك ويبدا يحييك ويقول لك يا كوتش. No sé, la Sarchi. او la Sarchi. Hay que ganar la Copa, hay que ganar la Liga. لازم نكسب الكاس, لازم نكسب الدوري. Pero bueno, es lo habitual y es divertido y es bonito. طبيعي وده حاجه كويسه جدا. طيب فانا هسال طبعا ال 60 70 مليون دول كانوا بيقولوا لي ايه لما عرفوا ان حضرتك معايا, فانا هسال اسئلتهم برضو علشان الناس تحس قد ايه انتوا في مضغوطين جدا خلال هذه الفتره. طيب ناس بتتكلم عن حسين الشحات ورمضان صبحي تحديدا, ان حسين الشحات ورمضان صبحي حتى هذه اللحظه لم يصلا الى مستواهم اللي هم عارفينه عنهم, وجهه نظرك ايه في هذا الموضوع؟ Bueno, yo dije hace un minuto, dos minutos, dije que todavía tienen mucho para dar. أنا لسه قايل إن هم لسه قدامهم كتير عشان يعطوا ويدونا. En el caso de Ramadán, creo que tuvo mala suerte. بالنسبة لرمضان ممكن يكون كان فيه سوء حظ.
Hace un ratito mirábamos unas imágenes ahí donde él hace un gol. احنا شفنا بعض الفيديوهات حالا بالجون لرمضان. Ese no recuerdo qué partido fue, jugó muy bien ese día. مش فاكر ماتش ايه لكن هو لعب كويس جدا في الماتش ده. Después se lesionó. وبعد كده اتصاب. Y le costó otra vez volver a su nivel. وكان صعب ان هو لسه ما وصلش لمستواه الطبيعي. Para mí como entrenador, no como aficionado. بالنسبة لي كمدرب ليس كمشجع. Para mí jugó muy bien el otro día en nuestro partido contra Saura, jugó muy bien. بالنسبة لي هو لعب بجدية جدا في ماتش الثورة ولعب كويس جدا. Y en el caso de Hussein, بحالة حسين, yo creo que se ha depositado encima de él. بعتقد ان عليه حمل. Una gran presión. ضغط كبير جدا. Estos jugar en un gran club no es fácil para nadie. اللعب لنادي كبير ده مش سهل. Ni para el entrenador ni para los jugadores. ولا للمدير الفني ولا للاعب. Pero bueno, el otro día también Hussein entró el segundo tiempo. لكن حسين نزل الماتش اللي فات. Mostró que tiene muy bueno, que tiene mucho talento. وكان واضح ان هو ليه موهبه خاصه. Y estamos seguros que nos va a dar muchas cosas todavía. واحنا على ثقه ان هو هيدينا كتير جدا في الماتشات القادمه. يعني الحقيقه برضه يا كوتش خلال الفتره اللي فاتت المباريات والاهداف اللي بتيجي للنادي الاهلي جميله جدا. تحس كده ان الكره بتتلعب على الارض 6 7 10 لا اكتر كمان احنا عديناها كم مره يا جماعه المره اللي فاتت اعتقد 26 باس. هل ده مقصود؟ A ver, el fútbol tiene momentos. الكرة ليها أوقاتها، ليها أوقات. Y además juegan dos equipos, no juega solo uno. دايما بيلعب فريقين في الملعب، مش فريق واحد. A veces está lo que uno quiere hacer. دايما ممكن يكون واحد عايز يعمل حاجة. Y está lo que el otro te deja hacer. وفي إن التاني يسمح لك إن أنت تعمل اللي أنت عاوزه. Nuestra pretensión es tener un equipo técnicamente adecuado. نيتنا إن احنا يكون عندنا فريق تكنيكو عالي ويكون دقيق que sea defensivamente difícil de batir ويكون دفاعيا صعب هزيمته y que genere ya sea por juego o por contraataque o por lo que sea ودايما ينفذ ويبني هجمات que genere situaciones de gol دايما ينفذ يبني هجمات تؤدي الى اهداف hay partidos que ha salido bien في بعض الماتشات ده كان كويس y hay otros partidos que ha sido más difícil وكان في بعض الماتشات كان صعب جدا porque esto es el fútbol ¿no? لكن هي دي الكوره عامه el Real de Madrid pierde الريال مدريد زي ما انت خسر el Paris Saint-Germain que gasta dinero Paris Saint-Germain خسر pierde خسر es fútbol هي الكوره كده طب احنا عندنا مشكله دفاعيه يا كوتش No creo que tengamos لا ما عندناش مشكله دفاعيه necesitamos sí لكن ما نحتاجه es tener una continuidad superior en los jugadores que juegan habitualmente. نحن يكون عندنا استدامة ودايما يكون في تطور في اللاعبين اللي موجودين عندنا. El otro día, por ejemplo, Saad Samir jugó un gran, para mí jugó un gran partido. Saad Samir لعب ماتش عظيم الماتش اللي فات. Lamentablemente en la última jugada sintió una molestia. لكن للأسف في آخر لعبة حس بألم في رجله. Sería importante que se recuperara. نتمنى إن هو يشفى على طول. Tenemos algún otro jugador, por ejemplo, que bueno, Ayman ha jugado habitualmente, ha jugado muy bien. Ayman لعب كويس ولعب كتير. Tenemos a Rami Rabia que se está después de mucho tiempo sin jugar. Rami Rabia بعد فترة طويلة بدون لعب. Se está poniendo en forma. دلوقتي هو بيدخل في الفورمة. Y bueno, estamos ilusionados en que pueda participar. النهاردة نتمنى طبعا ان هو يقدر يشارك. Yasser ha jugado muy bien, muy serio. ياسر لعب بجدية. Se ha adaptado bien al club. وتداخل وانسجم مع الفريق بسرعة. Está Alá también, que lo tenemos ahí, se está preparando para volver a jugar en algún momento. وعلاء ونجيب. نجيب también. بنجهزهم عشان خاطر يلعبوا. Estamos contentos con la gente que tenemos. احنا سعداء باللعيبة الموجودين معانا. بالمناسبة واحنا بنتكلم على الستوبرز مرينا بفترة كنت بتلعب الباكين اللي بره في وسط الكاستوبر يعني كنت بتتكلم معاهم بتقول لهم ايه؟ No, yo creo que son momentos de partido. لا ده بيكون في اوقات بسيطه في الماتش ممكن. Una cosa es jugar como lateral. هي حاجه ان انت تلعب كظهير. Cuando uno defiende. ويدافع. Y otra cuando uno ataca. وفي حالات بيهاجم الظهير بيتقدم ويهاجم. Hay equipos que atacan más por adentro. في بعض الفرق بتهاجم من العمق. Y es importante estar cerrados. ومن يكون مهم ان احنا نكون مضيقين الخطوط. Y otros momentos te atacan más por fuera. وفي ساعات بنهاجم من الاطراف. Y en esos momentos es importante que insertar algún jugador más incluso en la línea defensiva. وده بيكون مهم جدا ان احنا نحط احد اللاعبين في الخط الدفاعي.
هشام لو hace muy bien. هشام بيعمل ده كويس. سولايا لو hace muy bien. سولايا بيعمل ده كويس. كريم لو está empezando a hacer muy bien. وكريم بيعمل ده كويس. Bueno, Ashur no ha jugado mucho con nosotros todavía. Ashur لسه ما لعبش معانا كتير. Pero bueno, estoy seguro que lo puede hacer porque tiene mucha experiencia. أكيد يقدر يعمل كده لأنه عنده خبرة كبيرة. Son todos puntos importantes. دي نقاط مهمة جدا. طيب قبل برضو ما اتكلم مع حضرتك عن الدوري وكيف ترى شكل او المنافسة في الدوري هذا الموسم، عايز اسالك على اثنين لعيبة تحديدا، لانه الاعلام المضاد للنادي الاهلي بيتكلم عنهم كتير جدا، وانا حابب ان انا اسمع منك وجهة نظرك في هذا الموضوع. هل هناك او في مشاكل ما بين الجهاز الفني واحمد فتحي او وليد سليمان؟ وليد está lesionado. وليد مصاب. وليد مصاب. Lo podría entender si estuviera bien, pero كان ممكن افهم ده لو هو سليم، لكن هو مصاب. O sea, no, la verdad que no entiendo mucho la pregunta. الحقيقة أنا مش فاهم السؤال بالظبط. Y con Al-Fatih lo mismo, estuvo lesionado mucho tiempo. وأحمد فتحي كان مصاب فترة كبيرة. Él mismo acaba de decir, el conductor acaba de decir recién. أنت حتى السائق كان بيقول الكلام ده. Que Hani está en un gran nivel. إن هاني كان في مستوى كويس جدا. Acaba de ir a la selección nacional. وراح المنتخب دلوقتي. Eso es darle confianza a los jugadores también. احنا بندي ثقة للاعبين. Juegan 11. بيلعب 11 لاعب. A mí me gustaría tener un equipo. انا اتمنى ان يكون عندي فريق. Donde jugara Azaro. يلعب أزارو. Donde jugara Marwan. يلعب مروان. Donde jugara Salamoshen. صلاح محسن. Donde jugara Nasser. وناصر. Donde jugara Soliman. وسليمان. Donde jugara Salegoma. وصلاح جمعة. Pero todos no pueden jugar. لكن في نفس الوقت كلهم ما يقدروش يلعبوا. Lamentablemente es imposible. للاسف ما نقدرش نحط. Y bueno, estamos intentando buscar los momentos. بنختار الوقت المناسب. De cada uno. لكل لاعب من دول. انت عارف انا بسال السؤال ده ليه؟ بسال السؤال ده لانه No lo sé. خلال الاسبوعين اللي فاتوا تحديدا كان هناك اعلام مضاد للنادي الاهلي بيتكلم في الاثنين دول تحديدا، في احمد فتحي ووليد سليمان، عشان كده انا بسال حضرتك السؤال ده علشان الناس تفهم من المدير الفني ومن خلال قناة الأهلي إيه اللي بيحصل جوه الإدارة الفنية للنادي الأهلي. Sí, a ver, vuelvo a repetir, Walid está entrenando para volver a jugar. Walid بيتدرب عشان يرجع يلعب. Incluso entrena aparte todavía, ni siquiera entrena con el grupo. ولحد دلوقتي بيتدرب على جانب من الفريق. Eso habla de las claras que todavía está lejos. هو لسه بعيد عن اللعب شوية. Pero realmente lo necesitamos. لكن احنا محتاجينه طبعا. Yo a Soliman era uno de los jugadores que conocía. وليد سليمان احد اللاعبين اللي انا عرفتهم قبل ما اجي كمان. Y en el caso de احمد فتحي acaba de jugar una Copa del Mundo hace 6 meses. لعب كاس العالم من 6 شهور. O sea que estamos hablando de gente muy importante. دول لاعبين مهمين جدا بالنسبه لنا. Que seguramente bueno va a tener su momento y su lugar. هياخدوا مكانهم simplemente hay que esperar. هو فقط الانتظار. وهو ده اللي دايما كنت بقوله لحضراتكم، ان احنا خلال الفتره اللي فاتت لما كنت بطلع معاكم في ملعب الاهلي مثلا ونيجي نتكلم كنت بقول لكم ان احنا عندنا مشاكل، او ان الناس بتقول ان احنا عندنا مشاكل، وان ده هيكون دايما خلال الفتره اللي جايه الناس بتتكلم في هذا الموضوع، وعايزين يهدوا النادي الاهلي ويخبطوا فيه زي ما كنت دايما بشرح لحضراتكم من لسان المدير الفني للنادي الاهلي، ان الانتظار خلال الفتره القادمه هو اللي هيخلي اللعيبه دي تلعب، لان هو بالنسبه له عايز اللعيبه تلعب كلها، لانه في النهايه لما يبقى عنده وليد سليمان واحمد فتحي وازارو زي ما هو قال الاسماء اللي قالها كلها هيبقى هو اللي مبسوط. ده مش هيعمل لك مشكله يا كوتش بالمناسبه ان انت يبقى عندك عدد كبير من اللاعبين اللي بيلعبوا في مكان واحد وكلهم نجوم؟ Lo que pasa que las preguntas el fútbol es vuelvo a lo de los momentos. الكوره معتمده دايما على الوقت. Puede ser un problema tener jugadores en la misma posición. ممكن يكون مشكلة ان انا عندي لعيبة كتيرة في نفس البوزيشن المركز. No es un problema no tener jugadores. والمشكلة التانية اني ما يكونش عندي لعيبة اساسا في المركز. Es fútbol. Prefiero tener de más que no de menos. انا اتمنى طبعا يكون عندي لعيبة اكتر في كل مركز من ان انا ما يكونش عندي لعيبة. Para mí lo más importante. انا الأهمية بالنسبة لي. Por encima de todo. فوق كل الناس، فوق كل حاجة. Es el equipo. هو الفريق. Después vienen los jugadores. بعد كده اللعيبه نفسها. Y yo quiero lo mejor para cada uno porque soy jugador. وانا عاوز احسن شيء لكل لاعب. Pero lo más importante siempre es el equipo. لكن اهم حاجه هو الفريق، روح الفريق. يعني طبعا هنكمل كلامنا مع مستر مارتن لاسارتي، ولكن هنطلع فاصل نهدى شويه كده في الكلام، وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم مع المدير الفني للنادي الاهلي مستر مارتن لاسارتي في اول حديث خاص لقناه النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين الراجل بيتكلم بمنتهى الاريحيه، كل الاسئله بنسالها
أسئلة ضده، أسئلة معاه، ولسه عندنا أسئلة كثيرة جدا جدا خلال المرحلة القادمة. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل مع مستر مارتن لاسارتي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا برضو نروح نكمل كلامنا مع مستر مارتن لاسارتي. السيجمنت ده كله او الجزء ده كله هنتكلم عن ارتفاع مستوى اللاعبين خلال فتره تواجد مستر مارتن لاسارتي كمدير فني. اتكلمنا عن محمد هاني، خلينا نروح بقى اتكلم عن برضو واحد، وانا ما اعرفش اذا كنت عارف الموضوع ده ولا لا، كريم نيدفيد. كريم نيدفيد في فتره من الفترات كان واحد من اقل اللاعبين شعبيه في النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت، خلال السنتين اللي فاتوا. دلوقتي كريم نيدفيد غيابه عن مباراه نادي الزمالك، الناس كلها زعلانه جدا لعدم وجود كريم نيدفيد في هذه المباراه بسبب الثلاث انذارات طبعا. فكريم نيدفيد كان في منطقه اصبح في منطقه اخرى ثانيه وهو لسه صغير في السن. برضو ده اتعمل ازاي يا كوتش؟ Primero vuelvo a decir lo mismo, eso es fútbol. أعيد تاني وأكرر إن هو ده هي الكورة كده. Uno puede pasar de un momento malo. ممكن واحد يمر بفترة سيئة. Muy bueno en dos semanas. وفي نفس الأسبوع أو أسبوعين تلاقي نفسك مرحلة كويسة. لكن أنا أعتقد في حالة كريم. Que él ha tenido una oportunidad. كان خد فرصة. Y simplemente la ha aprovechado. واستفاد منها. حرص على الفرصة. Con una Una pauta que quiero plantear y recordar. في ملحوظة أحب أقولها. Hubo algún partido que incluso fue de suplente. كان في ماتش كان هو احتياطي، كان في أحد الماتشات كان احتياطي. Y no dijo nada. ولم يعلق على ذلك. Esperó su momento. انتظر وقته. Entendió cuál era la idea que queríamos rotar. وفهم وفهم إن إحنا عاوزين ندي فرصة للغير. Y yo comparto esa sensación de la gente, del aficionado. وأنا بشارك طبعاً المشاهدين والجماهير ده. Es un jugador muy importante y lamentablemente no va a poder participar. هو لاعب مهم جدا وللاسف مش هيقدر يشارك في ماتش الزمالك. انا الحقيقه برضو احنا الريمونتادا، اكيد انت الريمونتادا دي عارف يعني ايه ريمونتادا. الريمونتادا دي احنا عارفينها في الملاعب في كره القدم، ولكن يمكن احنا قلنا هنا في ملعب الاهلي قبل كده ان كريم نيدفيد الشخص الوحيد اللي عمل ريمونتادا على الجمهور، يعني الموضوع اتقلب الحقيقه. Bueno, eso demuestra entonces personalidad. ده بيبين شخصيه، demuestra carácter وكاركتر، demuestra que es un chico que está preparado que sabe lo que quiere. وانه انه لاعب جاهز ومستعد que quiere mucho el club, quiere mucho el club. وبيحب جدا الفريق والنادي. Es una cosa que me sorprende de todos los jóvenes. ده حاجه بتلفت نظري بين كل الشباب اللي شغال ان هم بيحبوا النادي جدا، حاجه ملفته للنظر. De defender al club y conseguir cosas importantes. وان هم عاوزين يحققوا حاجه مهمه جدا للنادي. Y repetir la historia de viejas glorias, ¿no? ويعيدوا امجاد للنادي. طيب برضو على الجانب الاخر
علي معلول. علي معلول بسم الله ما شاء الله واحد من افضل اللاعبين في النادي الاهلي خلال هذه الفتره، ويمكن من افضل الباكات ليفت اللي موجوده في القاره الافريقيه خلال هذه الفتره ايضا. المستوى علي احنا شايفينه كويس بقاله فتره، لكن ايضا مستوى علي معلول اصبح من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه حاجه رائعه جدا. وامتى هنشوف محمود وحيد في نفس الوقت؟ لان الناس بتسال محمود وحيد من الصفقات الجديده في النادي الاهلي، ممكن نشوفه قريب ولا لسه قدامه شويه؟ Bueno, el fútbol eso yo no lo sé. Si nosotros ponemos hoy presentamos a Ali Malul. لو حطينا علي معلول como un jugador tan importante a nivel defensivo y ofensivo. Como كلاعب هام في الهجوم والدفاع. Es uno de los goleadores desde que nosotros estamos, por ejemplo. وهو هداف كمان، يحرز اهداف. Y es uno de los jugadores que mayor cantidad de jugadas asiste a otros. وده دايما بيعمل اسيست ومساعدات في اللاعبين الاخرين. El nivel de experiencia. ومستوى الخبره اللي موجوده فيه. Entonces bueno, evidentemente Ali se la pone muy difícil a Wahid. من الطبيعي ان ده يكون بيخلي الوضع سيء صعب بالنسبه لوحيد. Bueno, hay que estar preparado. لكن لازم يكون جاهز ومستعد. Y Wahid está trabajando muy bien. وحيد بيشتغل كويس. Bueno, y ojalá que en el momento que llegue su oportunidad وهتيجي فرصته pueda demostrar toda su calidad. ولما تيجي فرصته هيكون جاهز للعب ان شاء الله. الناس كلها شافت عمرو السوليه في اتجاه تاني، وفي بيروح يجيب جون وبيرجع يدافع بشكل كويس، وبيروح يجيب جون وبيرجع يدافع بشكل كويس. الحاجات دي كلها عايزين نشرحها للناس برضو يا كوتش، عشان دي تبقى ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه برضو. Yo antes que nada recuerdo una charla el primer día que fui a ver un partido de la Lali aquí. أول حاجة أحب أقولها أعلق عليها إن أنا جي أول ما جيت رحت شفت ماتش للنادي الأهلي كمشاهد عادي. مظبوط. Me encontré con Javier Aguirre. قابلت Javier Aguirre دي مدرب المنتخب، المدير الفني للمنتخب. Habíamos jugado, bueno, él dirigiendo algún equipo y yo la Real Sociedad. Nos habíamos enfrentado en la Liga Española alguna vez. احنا واجهنا بعض في الدوري الاسباني قبل كده، وانا كنت بدرب ريال سوسيداد، وقعدنا نتكلم عن اللاعبين. Y yo recuerdo que él tuvo palabras muy muy importantes para Solaya. وهو اتكلم بطريقه جيده جدا عن سولايا. Ahí está, mira. Casualmente él habló muy bien de Solaya, de las cualidades. هو اتكلم على سولايا وطريقه لعبه. Que era un jugador que él que realmente le gustaba mucho. وان هو لاعب هو معجب به شخصيا ومميز. En fin, eso también para uno fue importante, ¿no? Para poder ganar terreno, ¿no? Ganar camino. ده مهم جدا كان بالنسبه لي، لان بكده انا بكسب ارض وبيكون في مصلحتي. A mí Solaya me parece un mediocentro, un volante moderno. هو بالنسبه لي هو لاعب خط وسط مودرن. Defiende. بيدافع. Ataca. ويهاجم. Tiene buen juego. ليه العاب جيده. Tiene buen juego aéreo. وبيلعب بالراس جيد جدا. Y bueno, y suele hacer algún gol de vez en cuando. وبيحرز اهداف كمان. La verdad que es un gol muy importante. ده هو لاعب هام جدا بالنسبه لنا. طيب برضه انا هكلمك على معظم اللاعبين برضه عشان الناس تفهم. الناس عايزه تسال صالح جمعه، صالح جمعه اين صالح جمعه من فريق النادي الاهلي؟ Bueno, a ver, cuando vuelvo a lo del principio, nosotros هنرجع لو قلنا في البدايه dos meses y medio que estamos aquí. احنا بقى لنا شهرين ونص فقط. Tampoco es tanto tiempo. ده مش وقت كتير طبعا، مش وقت كبير. Nosotros encontramos احنا وجدنا جمعة un jugador, bueno, un poco como a escondidas, estaba en una lista جمعة كان في que no participaba. في قائمة غير مشاركة، ما كانش بيشارك. Nos explicaron cuál era su situación. شرحوا لنا وضعه ايه والمشاكل para ايه. Para mí o para nosotros no estaba en su mejor condición. ما كانش في حالة جيدة. Y creo que aquí hay que destacar fundamentalmente al propio Gomá, ¿no? Al propio futbolista. لكن هنا لازم نبرز دور اللاعب نفسه. Está haciendo un gran trabajo, se ha puesto en forma, está muy bien en forma. هو دلوقتي في الفورمه وبذل مجهود كبير. Está todos los entrenamientos nos dejan la sensación de que ha entrenado muy bien. في كل التمرينات بيبذل مجهود كبير وبيبذل اقصى ما عنده. Y bueno, y ahora lo mismo que el resto, o sea, هو دلوقتي tiene que esperar su momento, ¿no? Yo hablé con él. كبقية اللاعبين سوف ينتظر فرصته. Yo hablé con él y le dije que le quería dar una oportunidad porque la merece. انا اتكلمت معاه وقلت له ان انا هدي لك فرصه.
Ahora hay que esperar el momento, ¿no? لكن احنا منتظرين الوقت المناسب. Vuelvo a repetir, lo más importante para mí es el equipo. اهم حاجه بالنسبه لي هي الفريق. Después los jugadores. وبعد الفريق كاملا هي اللاعبين. Pero en todos los casos. لكن في جميع الحالات. Uno quiere lo mejor para los futbolistas. انا بتمنى احسن حاجه للاعبين. Así que bueno, Goma es lo que puedo decir. Goma هو ده اللي نقدر اقوله عن Goma. طيب بالنسبه لاحمد الشيخ برضو احمد الشيخ محمد شريف بقيه اللاعبين اللي ما بيلعبوش دائما بصفه مستمره والكلام والناس بتتكلم عليهم بشكل كبير احمد حمودي اللي لعب شويه مع حضرتك وبعد كده ما بقاش بيلعب بشكل كبير عايزينك تكلمنا بشكل عام برضو بقى على هؤلاء اللاعبين a ver acá hay una cuestión que la gente no es tonta الناس بتفهم basta mirar cuando uno dice en determinada posición hay muchos futbolistas بيكون كافي ان انت لما تقول في المركز ده عندي لاعبين كتار y juega solamente uno وبيلعب واحد بس es muy difícil dar la oportunidad a todos من الصعب ان احنا ندي الفرص لكل الناس por ejemplo en el caso del Sheikh في حالة الشيخ el primer partido que yo vi jugó هو شافه بيلعب في ماتش انا شفته في ماتش بيلعب حتى سجل هدف después nosotros llegamos él se lesionó بعد وصلنا هو اتصاب y en ese interín pasó lo siguiente وفي الوقت ده حصل ده vino Geraldo جه جيرالدو vino Ramadán ورمضان vino Hussein وحسين y se recuperó Junior وتعافى جونيور es mucha gente هي كره القدم Es difícil, cuando hay muchos es difícil. Y bueno, el rendimiento desde nuestro humilde punto de vista, الأداء من وجهة نظري, el rendimiento de estos jugadores ha sido bueno. الأداء لهذه اللاعبين كان جيد جدا بالنسبة لنا. Y por ahí no le ha permitido rendir participar a otros. ولهذا لم يشارك غيرهم حتى الآن. Pero hay una cosa que es importante. لكن في حاجة مهمة تانية. Hay que estar preparado. دائما لازم نكون جاهزين مستعدين. El otro día tuvimos un buen ejemplo. عندنا مثل في الفترة اللي فاتت لما لعبنا في الكونغو. Se lastimó Shenawi. اتصاب الشناوي. Y Ali, que es el tercer portero en teoría. وعلي اللي هو ثالث حراس المرمى. Y la verdad, estuvo muy bien. والحقيقة هو لعب كويس جدا الماتش ده. Pero no es casualidad. No es casualidad. Se prepara todos los días, entrena todos los días. ما كانش صدفة هو كان بيتدرب ويجهز. Bueno, ese es un poco el mensaje para todos, ¿no? دي رسالة لكل اللاعبين. Aquí cuando ojalá consigamos algo, ganemos algo. نتمنى ان احنا نكسب شيء. No va a ganar ni Lasarte, ni uno, مش هيكسبوا فرد في الفريق، لكن هيكسبوا الفريق. Vamos a ganar todos. الفريق كله هو اللي هيكسب. Y eso es lo que uno pretende. ده اللي احنا بنسعى له. طيب بمناسبه ان احنا بنتكلم على حراس المرمى وعلى تالق علي لطفي، هل بالفعل في حسبان مستر مارتن لاسارتي خلال الفتره القادمه ان يكون هناك تفكير في استقدام حارس مرمى جديد خلال الفتره القادمه ولا لا؟ طبعا السؤال ده حضرتك هتستغربه ولكنه خلال الفتره اللي فاتت كان في كلام ان حضرتك طلبت هذا الموضوع. No, no, no hemos hablado. ما كلمناش في ده. De ningún jugador. ولا عن أي لاعب بعينه. De ninguna posición. ولا في أي وضع ما كلمناش. Los jugadores que tenemos son los que tenemos. اللعيبة اللي عندنا هم اللي عندنا. Y bueno, y vamos a seguir a terminar los campeonatos con los que tenemos. وهنكمل البطولات باللعيبة دي. Más adelante no sé. يمكن في المستقبل مش عارف إيه اللي ممكن. Pero de momento no hemos pensado en nadie. في الوضع الحالي لا. En ninguna posición. بأي مركز. أجاي عامل حالة برضو يا كوتش بمعنى الناس كلها شايفة أن أجاي ده أجاي está haciendo un caso في حتة تانية خالص الأيام دي لأنه رجع من إصابة لو أنا أتذكر في مباراة الثورة هناك volvió الناس كلها كانت قلقانة على ركبته ولكنه ارتفع رهيب en el partido de الثورة y cómo ha mejorado rápido después de la lesión. Bueno, e incluso, sí, lo de Junior fue raro, extraño. بالنسبة لجونيور ده كانت حاجة غريبة، حالة غريبة. Pasó de no jugar nada y está lesionado. كان من عدم اللعب نهائي والإصابة. Tiene que jugar muchos minutos. وبدأ يلعب دقائق كثيرة في الماتشات. Y bueno, y nos ha dado soluciones, ¿no? ودانا حلول في بعض الماتشات كمان. Nosotros tuvimos un momento con Azaro lesionado. كان عندنا أزارو مصاب. Marwan lesionado. ومروان مصاب. Salem Moshe lesionado. وصالح محسن مصاب. Y bueno, Junior nos dio respuestas, nos dio soluciones. Junior ساعدنا في ده وادانا حلول في بعض الماتشات. معلش قبل ما نكمل بس كلامنا وائل عن جونيور انا برضو عايز اشوف الفيديو ده لان الفيديو ده بالنسبه لنا
هنا من الفيديوهات الملهمه لانه كيريكيبياس كان اول هدف فيديو اس البريمير جول que ha metido Junior Agayet después de la vuelta de la lesión. انت عملت ايه يا مستر مارتن في الكورة بعد ما احرز الهدف؟ حاول تجيبها لنا برجاوي لو سمحت. اه لانه ده مهم جدا لان الحاله دي احنا اتكلمنا عنها كتير قوي هنا. بص بص مستر مارتن هنا بيعمل ايه؟ بيقول للناس كلها روحوا لاجاييه. قد ايه انت كنت رحت للدكه وقد ايه كنت فرحان بعوده اجاييه وقد ايه كنت فرحان باللي هو بيعمله؟ سي بوركي بوينو فولفا لو دو لو كوليكتيفو نو دايما برجع للعامل الجماعي. الفوتبول اس الري دي لو ديبورتيس كوليكتيفوس. كرة القدم هي ملكة الألعاب الجماعية. Y casi todo el mundo piensa en el fútbol a nivel individual. للأسف في بعض الناس بتفكر في الكورة بشكل فردي وشخصي. Para mí es un gran error. لكن ده خطأ كبير بالنسبة لي. Yo siempre pienso en colectivo. أنا دائما بفكر بجماعية الفريق. Bueno, Junior había pasado un mal momento. Junior عدى بفترة صعبة. Incluso me pareció que él mismo se cuestionaba. هو نفسه كان بيرمي الحمل على نفسه si podía volver a jugar si iba a tener una oportunidad انه كان بيسال نفسه امتى هيكون ليا فرصه وامتى هقدر العب la tuvo خد الفرصه y la aprovechó واستفاد منها احسن استفاده y ese eso a ver yo hago un gesto pero en realidad no hubo que hacer mucho todos los jugadores todos los compañeros انا عملت انا عملت اشاره للاعبين وهم بصراحه تعاونوا مع جونيور واحتفلوا معاه بالهدف fuimos hacia él como un símbolo no وكان ده رمز دي رمز estuvo muy bien ده كان حاجه كويسه تعرف ان الفيديو ده كوتش من الفيديوهات اللي خلت جمهور النادي الاهلي يقرب منك بشكل كبير قوي 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 ويعرف قد ايه ان انت بتفكر بشكل جماعي يعني احنا جبنا هنا الفيديو ده الحقيقه اتكلمنا عليه حوالي 3 ساعات هتقول لي ازاي هقول لك مش عارف ولكن جمهور النادي الاهلي كان الفيديو ده بالنسبه لهم كان ملهم جدا وقد ايه كان مديهم تفاؤل للمرحله القادمه bueno eso es bueno ده حاجه كويسه جدا اي simplemente a mí por traer otro ejemplo no عشان اجيب مثال تاني que es el gol el segundo gol de Nasser en Gouna الهدف الثاني لناصر في الجونه ver a todos los jugadores festejando con esa alegría شفت اللعيبه كلها بتحتفل بالهدف بهذا الفرح igual no me reí يمكن ما ضحكتش pero sentí una satisfacción por dentro una cosa tan linda شعرت برضا تام porque yo siento el fútbol así لان انا بعيش الكوره كده fue muy importante eso كان مهم جدا مهم جدا بالنسبه لي suplentes titulares todos juntos الاحتياطي لاعبين الاحتياطي واللاعبين اللي كانوا في الملعب بيحتفلوا بالهدف الربع ساعه الاخيره في مباراه الجونه والفيديو ده من اكتر الحاجات اللي كانت اللي مخليه جمهور النادي الاهلي متفائل جدا جدا بالمرحله القادمه زي ما حضرتك قلت بالظبط الفيديو بتاع جونيور اجاييه ووقوفك وان انت قلت لهم يلا كلكم قوموا تاني حاجه فعلا الربع ساعه او النص ساعه الاخيره وهدف ناصر ماهر وتالق الحقيقه برضو مروان محسن الحقيقه برضو الناس شافته بعد رجوعه من كاس العالم واصابته يعني ان شاء الله ربنا يكرمه ويكمل على خير شافته برضه في حته تانية كوتش خالص غير اللي كانت ايام حتى كاس العالم. Bueno, Morón estuvo lesionado. مروان كان مصاب. Pero ese día volvió a jugar. وبعدين عاد للعب تاني. De hecho, fue fundamental en los dos goles. وكان هو اساس في الهدفين اللي جم. Y bueno, y después ha tenido la oportunidad de participar. وكان ليه فرصه ان هو يشارك. Y ha marcado goles en casi todos los partidos. ودخل اهداف في تقريبا كل الماتشات الثانيه. Es un jugador tanto Marwan como Azaro como. مروان وازارو وصلاح محسن. Tienen los tres cualidades diferentes. ليهم cualities. Son muy buenos. ليهم قيمه وكلهم كويسين. Una cosa que a veces pensamos. في حاجه دايما بنفكر فيها es ver la posibilidad de que jueguen más de uno junto con el otro no jueguen dos juntos por ejemplo بنحاول نشوف ازاي يقدروا يلعبوا الاثنين منهم مع بعض tendríamos que cambiar quizás la estrategia el nivel digamos la figura táctica في هذه الحاله ممكن نغير الاستراتيجي والتكتيك اللي بنعمله ده ممكن يا كوتش قبل بس انا اسف ان انا بقطعك هنا ولكن هل ده ممكن هل من الممكن ان يتم تغيير استراتيجيه وطريقه اللعب
Todo es posible. Kullu shay mumkin. Yo soy de los que cree que uno tiene que generar más de una figura, más de una figura táctica por partido. انا من الناس اللي بتؤمن بتغيير التكتيك او عمل اكثر من تكتيك لماتش واحد. Mostrarle al rival algo. ممكن نبين للمنافس حاجه. Y durante el partido cambiar y sorprender al rival. واثناء الماتش ممكن نغير التكتيك ونفاجئ المنافس. Pero para eso hace falta trabajo, hace falta tiempo. لكن ده محتاج وقت ومحتاج شغل. مش عايزين نعرف التكتيك بتاع المباراه القادمه ليه؟ مش عايزين نعرفه. Tampoco la voy a decir. وبرضه مش هقولها. اكيد طبعا وانا مش هخليك تقولها برضه خلي بالك حضرتك، لكن طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم بصمات مستر مارتن لاسارتي. وزي ما اتكلمنا عن كل هؤلاء اللاعبين الحقيقه كريم نيدفيد ومحمد هاني وعمرو السوليه، بصمات واضحه جدا لمارتن لاسارتي على معظم اللاعبين. تعالوا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نتكلم بقى عن السوشيال ميديا شويه وبعض الانتقادات التي وجهت لمستر مارتن لاسارتي خلال الفتره اللي فاتت بعد هذا التقرير عن بصمات مستر مارتن لاسارتي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مستر مارتن، السوشيال ميديا دلوقتي بقت في عالمنا حاجه مهمه جدا وحاجه الكل بيتابع السوشيال ميديا. هل اولا انت عندك حاجه على السوشيال ميديا، تويتر، انستغرام، فيسبوك، موقع خاص بيك؟ tengo Facebook pero para información. انا عندي حساب على الفيسبوك ده تويتر pero lo cerré. وكان عندي تويتر لكن قفلته. ينو اس ان موندو كي نو مي سينتو موي كومودو. ده عالم ما بحسش بيه بالراحه عاده. عشان كده قفلته. سي مي باريسي كي نو با كونميغو. انتيندو دي كي مودرنو، انتيندو كي لو جوفينيس ممكن يكون حاجه مودرن. تيني اونا ريلاسيون موتشو ماس ديريكتا، موتشو ماس ديناميكا. بتدي ديناميكا للشباب. بيرو نو مي سينتو كومودو. لكن ما بشعرش بالراحه. بارا فير انفورماسيون. لكن في الفيسبوك ممكن عشان خاطر اشوف بعض المعلومات. بتتابع طيب تفاعل الجمهور ولا لا؟ ولا كده انت ما بتتابعش خالص تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا، جمهور الاهلي يعني على السوشيال ميديا؟ No. Uno tiene que mantenerse y ser estar conforme con uno mismo. دايما يكون راضي عن عمله. Siempre con autocrítica. ويكون عنده نقد ذاتي لنفسه. Tratando de mejorar. ويحاول التطور. Y con las decisiones y los pensamientos de uno. والقرارات بتكون مني انا. Lo demás, bueno, son opiniones y hay que valorarlas y nada más. الباقي هي عبارة عن آراء. يعني آراء فقط لا ممكن آخذها. يعني وائل ما بيغششكش؟ وائل ما بيغششكش؟ No te entendí, Gabriel. ¿Qué? Que yo, Gabriel, como Gabriel. ¿Alguna cosa me dices? في حاجات فعلا بقولها. انا متاكد طبعا لانه ده دوره الحقيقه ان هو eres un filtro. انا بالنسبه له بديله بعض المعلومات فقط. طبعا انا فاهم ده كويس، لكن اذا لا تفاعل مع السوشيال ميديا ولا تفاعل مع. وحضرتك بتتكلم دلوقتي كلمتني عن ان هناك اساتذه اتعلمت منهم هذا الكلام، ممكن تقول لنا ابرز الناس اللي انت اتعلمت منهم كره القدم او تدريب كره القدم مين؟ Bueno, los entrenadores que uno المدربين que uno tuvo. المدربين اللي كنت كانوا مدربيني عامه. A ver, yo primero que yo jugué en otra época. انا لعبت في فتره ثانيه. Sí, había televisión, sí, radio, sí, periódicos. كان في تلفزيون وراديو وصحافه. كان في تلفزيون وراديو بالعافيه. Bueno, casi apenas había radio y televisión. Y pero bueno, entonces era diferente, era distinto. كان الوضع مختلف تماما. Este mundo me ha tomado ya como entrenador a mí ya trabajando. العالم الجديد ده هو جالي وانا مدرب. Y en un determinado momento me di cuenta de que no era sano. في وقت معين حسيت ان ده مش حاجه صحيه. Estar continuamente viendo lo que otros dicen, opinan, comentan. انك تبقى متعلق دايما باللي بيقولوا الاخرين ده. Y prefiero mantenerme más en mí mismo. انا بفضل ان انا اركز مع نفسي. Y escuchando sí a la gente que uno tiene alrededor. واستمع للناس اللي حواليا فقط. Pero nada más que eso. لكن ليس اكثر من ذلك يعني. طيب.
الفتره اللي جايه فتره صعبه قوي في النادي الاهلي، خصوصا شهر ابريل. عندك مباريات مهمه جدا في الدوري العام المصري، عندك مباريات مهمه جدا في البطوله الافريقيه. كيف ترى هذه الفتره الصعبه جدا؟ Bueno, primero que es una etapa difícil. الاول هي فعلا فتره صعبه. Por lo tanto, bueno, va a demandar mucho trabajo, mucha atención. ده بيتطلب منا عمل كبير. Intentar tomar buenas decisiones. وناخد قرارات هامه. Seguramente واكيد اكيد vamos a tener que rotar un poco el equipo. هنحاول نعمل روتار نغير ما بين اللاعبين. Un poco lo que hablábamos hace un rato, tratar de empezar a darle más oportunidades a otros jugadores. نحاول ندي بعض الفرص لبعض اللاعبين. Para que el colectivo no se resienta. عشان خاطر اللعب الجماعي يستمر. Y bueno, pero ya hemos tenido un digamos un periodo parecido a este en enero. كان عندنا فتره شبيهه بكده في شهر يناير. Y bueno, y más o menos la pudimos llevar adelante. وقدرنا نتقدم فيها وعندي ثقة ان انا اقدر استمر ونتقدم في الموضوع ده. مباراة الزمالك بالنسبة للبارتيدو دي زمالك كيف يراه؟ El que el partido con Zamalek. A ver, primero que nada hay una cuestión que se repite en todas las ligas del mundo. في حاجة بتكرر في جميع الدوريات العالمية. الاهلي زمالك، الاهلي او الزمالك، برشلونه ريال مدريد، برشلونه وريال مدريد او اتلتيكو مدريد، ان ارجنتينا بوكا جونيور ريفر بليت، ان في ارجنتينا بوكا ريفر، بينارول ناسيونال، y así podemos seguir. وممكن نستمر نقول كده كتير. Entonces es un partido especial. هو ماتش خاص ومهم. Que siempre lo es. ودايما هيكون مهم. Y después por otro lado para nosotros es muy importante. لكن بالنسبه لنا احنا هو مهم جدا. Porque necesitamos ganar para darle alcance a, en este caso al que va primero. محتاجين نكسب عشان نلحق بالاول المجموعه اول الدوري نبقى اول الدوري. Es, digamos es, reúne las condiciones más lindas que el juego tiene, ¿no? بيجمع كل الشروط والظروف اللي بتبقى في كره القدم. Tratar de ganar نحاول نكسب y de ganar ganarle al rival de siempre ونكسب المنافس التقليدي للأهلي. Bueno, eso es lógicamente ese es el la pasión del fútbol, ¿no? Lo más lindo del fútbol. هي دي حماسة الكورة وهو ده اللي احنا عاوزينه. لو كسبت ماتش الزمالك هتبقى خدت الدوري خلاص؟ No, no, si todavía quedan partidos por jugar. لا طبعا ده في ماتشات تانية لازم هنلعبها. Ganando o no ganando la liga no va a terminar hasta el final. كسبان او مش كسبان الدوري لن ينتهي الا بنهاية الدوري. Ese es otro tema. ده حاجة تانية خاصة. Hay como a veces como prisa. في دايما تسرع. Por querer decir a quién va a ser campeón, quién va a ganar. عشان نحدد ونقول مين هو بطل الدوري. Esto termina cuando se pasa raya al final. ده بينتهي مع اخر خط للدوري. Y bueno, اخر ماتش للدوري. Ahí están los números que en definitiva se consiguen o no se consiguen. وده بيكون على طريق النقاط والارقام اللي بتكون في النهايه. حضرتك طبعا تعلم ما هي قيمه مباراه نادي الزمالك عند جمهور النادي الاهلي طبعا. Sí, sí, claro que lo tengo clarísimo. أنا بالنسبة لي الأمور واضحة جدا. Repito, me ha tocado vivir ese tipo de cosas en muchos países. أنا عشت ده قبل كده في بلاد كتيرة. No sé si está bueno hablar de ejemplos, pero. مش عارف إذا كان من الجيد إن أنا أقول أمثلة. Yo que sé, en Chile, Universidad de Chile y Colo-Colo, los dos grandes equipos. مثلا في تشيلي، la Universidad de Chile y Colo-Colo. En Uruguay Nacional y Peñarol. في أوروغواي ناسيونال y Peñarol. En España me tocó trabajar en la Real Sociedad. في España Real Sociedad que juega contra su tradicional enemigo que es el Athletic Bilbao. وكان بتلعب مع فريق أتلتيكو بلباو. Es algo raro porque además son hermanos y enemigos. هم في نفس المدينة وهم إخوات وأعداء في نفس الوقت. Bueno, Barcelona Real Madrid, claro, está claro. برشلونه وريال مدريد. El fútbol está lleno de esos ejemplos. كرة القدم مليئة بالأمثلة. Lo más importante es vivirlo con tranquilidad. إن احنا ندخل الماتش ده بهدوء. Trabajar bien. ونشتغل كويس. Preparar bien. ونجهز. Bueno, y lógicamente tomar las mejores decisiones posibles. وناخد أهم القرارات وأحسن القرارات للفريق. El partido ya de por sí tiene motivación, tiene deseo, tiene pasión. الماتش في حد ذاته حماسي ومهم. Bueno, vamos a ver cómo resulta. وهنشوف النتيجة هتكون إيه إن شاء الله. في مفاجآت في مباراة الزمالك؟
مش عايز اعرفها طبعا. انا مش عايز اعرفها, بس هل من الممكن ان نرى مفاجآت في نادي الزمالك في مباراه الزمالك؟ Bueno, todavía es un poco prematuro, ¿no? لا لسه بدري عشان نحدد. Tenemos muchos jugadores en selecciones. عندنا بعض اللاعبين في المنتخب. في المنتخب الاولمبي والمنتخب العادي. علي معلول في المنتخب, جيرالدو في المنتخب. Es difícil. لا حاليا صعب. Pero siempre una sorpresa puede ser interesante. لكن ممكن يكون في فعلا مفاجأة. ممكن يبقى في فعلا. Puede ser interesante. طب حلو جدا, انا مش عايز اعرفها طبعا, انا مش عايز اعرفها غير يوم 30 نعرف ايه المفاجاه ان شاء الله اللي هيعملها مستر مارتن لاسارتي ل في المباراه القادمه امام نادي الزمالك. وبما ان مستر لاسارتي مش عايز يقول لنا على المفاجاه واحنا كمان مش عايزين نعرفها, احنا عاملين لمستر لاسارتي مفاجاه بما اننا كنا بنتكلم عن ريال سوسيداد. خلينا نطلع نشوف المفاجاه ونرجع نشوف تعليق مستر مارتن لاسارتي على المفاجاه اللي عاملينها له قناه النادي الاهلي. اتفضل. هولا مارتين, muchísimas felicidades, espero que puedas disfrutar y que lo vivas como sueles hacerlo todo, con intensidad y pasión. Siempre recuerdo aquella cena el día de tu 50 cumpleaños en ese restaurante. Fue divertida, con un gran vino. Un fuerte abrazo, Martín. ده طبعا لو تقدر تقول لنا مين حضرتك, ده المدرب حراس مرمى ريال سوسيداد اللي كان سابقا مع مستر مارتن لاسارتي في اسبانيا, يعني وعايزينك تعزمنا على العشاء بقى عشان عيد ميلادك برضه. Entrenador de porteros, Roberto Navajas. Da Roberto Navajas. Él entrenó, tuvo un gran trabajo con Claudio Bravo ahí. كان لي شغل كويس جدا مع كلاوديو راو. Portero chileno que después pasó al Barcelona. اللي راح برشلونه. Y ahora está en el City. ودلوقتي في السيتي. Y él incluso ha desarrollado una aplicación para porteros. وهو عمل application لحراس المرمى. De hecho tiene fama mundial. ده ليه شهرة عالمية. في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. La verdad que un gran amigo. هو صديق عزيز جدا. Un gran profesional. Pasamos buenos momentos. ومدرب بروفيشنال. طب هو هارب من موضوع العشاء ليه يا وائل؟ مش فاهم. No, no, que estuvo muy buena. Pasamos, por eso es que pasamos buenos momentos. احنا قضينا وقت جيد مع بعض. No solamente la cena. لا, عليا انا بقى وعلى الناس اللي في القناه هنا, مش بتكلم على الراجل اللي في اسبانيا. احنا هنتعزم على العشاء امتى طيب؟ ولا احنا بقى اللي المفروض نعزمه؟ No, los puedo invitar yo, depende cuánto sean, ¿no? بيقول لك يعتمد على عددكم كام بس الاول. عددكم كام عشان العشاء؟ لو القناة كلها, بص كله عمال يشاور لي من ورا القناة, كله عمال يشاور لي من ورا الكاميرات. هنبقى كتير, هنبقى كتير. لا خليه عندي أنا المرة دي يا مستر مارتن, مفيش مشكلة وإن شاء الله دايما تشرفنا. طيب الحقيقة برضو عايزين نتكلم عن الجمهور, جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي بيمثل تقريبا يعني جزء كبير جدا 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 من فوز النادي الاهلي الدائم خلال الفتره اللي فاتت. كيف ترى جمهور النادي الاهلي ومساندته الدائمه سواء ليك كجهاز فني او حتى للاعبين؟ A ver, el público desde digamos desde el día a día, الجمهور عاده La verdad que apoya mucho. يدعم جدا الفريق. Lo que lamentablemente no he podido disfrutar, لكن للاسف ما قدرتش اتمتع بيه. Es del público en los estadios, ¿no? El جمهور في الاستاد. Por diferentes circunstancias. لظروف خاصة. Algo que podría ser, no sé, 40.000, 50.000 personas. كان ممكن يكون الجمهور 40 أو 50 ألف. Ha terminado siendo 2.000, 3.000, 4.000. بيتحدد ليبقى 2000 أو 3000 عدد الجمهور. Eso es una pena. ده للأسف ده شيء مؤسف. Yo creo que sí, realmente nos daría alas, ¿no? ده أكيد بيدينا أجنحة للفوز والتقدم. Ahora, los que van, لكن اللي بيروحوا, los que han ido, los que pueden ir, اللي بيقدروا يروحوا ويشاركوا, siempre están apoyando. دايما بيكونوا داعمين للفريق. El otro día el partido contra Saura fue muy bonito en un momento. الماتش في ضد الثورة كان رائع. Creo que bueno, todos encendieron sus teléfonos o sus كلهم شغلوا التليفونات بتاعتهم. Y bueno, y llevaban un ritmo todos más o menos igual. وبدأوا يرفعوها ويعملوا شكل رائع. Después, en un momento cuando cantaban todos juntos a la vez. وكلهم لما كانوا بيغنوا مع بعض. Era pesado, se sentía, se me pone la piel de gallina. كان دايما شيء حماسي وانا حتى نهائي افريقيا هنا, انا متخيل ان شاء الله 100,000 متفرج كلهم لابسين احمر وكلهم بيقولوا اهلي في نفس واحد وفي صوت واحد. ان شاء الله لو ربنا كرمنا ان شاء الله وصلنا لنهائي افريقيا, دي ممكن تكون اول مره
حضرتك هتشوف فيها جمهور النادي الاهلي وماذا يفعل جمهور النادي الاهلي؟ primero hay que llegar. في الاول نوصل ان شاء الله. ان شاء الله هنتكلم عن البطوله الافريقيه، ولكن بما اننا بنتكلم عن الجمهور خلينا نطلع نشوف جمهور النادي الاهلي قال ايه عن مارتن لاسارتي ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحمد لله مدرب ناجح، والميزه فيه انه بيقرا الخصم طبعا كويس، وتبديلاته تبديلات يعني مؤثره، والحقيقه كمان ان هو في حكايه اختيار اللعيب في المكان واختياره لبعض اللعيبه في الحقيقه، يعني شفنا كريم نيدفيد، شفنا مروان اتجدد وقد ايه مروان وصل يمكن بقى المهاجم الاول في مصر، شفنا علي معلول، الحقيقه راجل ممتاز وبيقرا كويس جدا الخصم. مستر لاسارتي خلى الفريق يلعب بشكل جماعي، اولا واضح جدا ان هو حب الاهلي بسرعه ونفسه ينجح مع الاهلي وينجح الفريق، يعني فريق الكوره، وخلى الفريق بصمته واضحه جدا رغم الفتره البسيطه اللي قعدها، خلى الفرقه تلعب بشكل جماعي. تغييراته كويسه، ابتدى يدي للعيبه خطط تكتيكيه كويسه، بيوظف اللعيبه في اماكن تقدر تجيد فيها، فان شاء الله ربنا يوفقه. وبعدين جمهور الاهلي منتظر منه كتير، الاهلي بتاع بطولات دلوقتي، شطارته كمان في ايه؟ في انه يقدر يعمل الفرقه ويعرف مين اللي يبقى قاعد بره ومين اللي يلعب في الفريق من غير ما حد يزعل، من غير ما حد بيحبب اللعيبه في بعض. حتى الجون اللي كان جابه اجاي ده لما قال لهم روحوا له كده، ده برضه يعني بيلعب على الناحيه النفسيه للعيبه، وربنا يوفقه يا رب ويكمل كده ويعوضنا بقى عن جوزيل. راجل مدرب خبره وفاهم هو بيعمل ايه في الملعب، وعارف ازاي بيقسم الملعب، وقاعد بدليل ان هو ممكن يقعد حد بره رمضان الصبح بره ويرجع يعزم ينزل تاني، وعارف يوظف هاني محمد هاني وكريم مبدي، يعني راجل فاهم الملعب وراجل فعلا مدرب، مدير فني فني، مدرب بيظبط اللعيب، بيظبط اللعيبه، ممتاز في التدريب، كل همه تلات النقاط بتاعت الماتش اللي بيلعبوه. مدرب كويس، ومن ساعة ما جه مفيش خسارة، واللعيبة ماشية كويس، منظمين، حتى تغييراته كويسة، ما بيعملش أي حاجة وحشة، يعني حتى تكتيكه كويس كده. مدرب كويس ونديله فرصة، وأنا كأهلاوي بشجع الأهلي بقالي أكتر من 40 سنة، أنا مقتنع بيه، بس نديله ثقة ونديله فرصة، ومدرب كويس وعارف يعني ايه روتيشن وعارف يعني ايه لعيبه، ومجلس الاداره يديله الثقه وجمهور الاهلي يقف جنبه. يعني هو مستر مارتن بيقول لي انا طبعا انا كمان يعني ايدي اشعرت، يعني هو لسه بيقول لي ان ايدي اشعرت، بقول له ده تمرينه فقط، ده تمرين بس، ما شافش ملعب بقى وما شافش لسه حضراتكم وانتم موجودين. الراجل بالفعل ايديه، انا قمت يعني ايديه اشعرت بالفعل وبيوريني ايده، وكان عايز يوريها لحضراتكم. هو ده جمهور الاهلي يا مستر مارتن، ده في تمرينه بس، خد بال حضرتك ده تمرينه فقط. سي سي لو سي لو سي bueno Ojalá tengamos la oportunidad de disfrutar de esa masa, de esa energía, الجمهور ده. ويا ريت نقدر نساعدهم. Ojalá que también le podamos dar a esa gente una alegría, ¿no? Que la merece. يا ريت نقدر نديهم السعادة التي يستحقوها يعني. إن شاء الله هتشوف جمهور الأهلي إن شاء الله
بما اننا بقى بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي والبطوله الافريقيه، انا بس عجبني حد قال حاجه من الجمهور اللي كان بيعلق، وعايز برضو تعليق حضرتك على الكلام اللي حضرتك سمعته. قال من الواضح ان مستر مارتن لاسارتي حب النادي الاهلي. Lo que pasa que a ver, yo siempre viví el fútbol. انا دايما عشت الكوره. Como siento la vida. وكأني بحس بالحياة نفسها. Cuando voy a un lugar, cuando he tenido la oportunidad de trabajar en algún sitio, لما بشتغل في مكان, trato de involucrarme, بكون جزء منه, incluso hasta afectivamente. وأكون عامل فاعل فيه. Yo creo que esa es la forma más directa de poder entregar lo mejor de uno. دي الطريقة الوحيدة عشان أقدر أقدم أحلى ما عندي وأكتر ما عندي. Seguramente algunos aciertos. في بعض الأحوال بكون معي حق. Seguramente algunos errores. وممكن في وقت بكون لي أخطاء. Pero siempre con la idea de lo mejor para el lugar donde uno está. لكن هدفي دايما هو إن أنا أدي أحسن ما عندي للمكان اللي أنا فيه. Hoy mi lugar es al Ahly. النهارده مكاني هو الأهلي. Mi color es rojo. واللون بتاعي هو اللون الأحمر. Y mis compañeros, bueno, en el caso de Sebastián y Alejandro, sienten lo mismo que yo. وزملائي سيباستيان وأليخاندرو حاسين نفس الشعور. Estamos muy contentos. احنا سعداء سعداء فعلا بوجودنا هنا. طيب سيباستيان وأليخاندرو أخبارهم إيه؟ Bueno, yo los veo muy, yo qué sé, yo los veo muy contentos. هم سعداء جدا. Sebastián empezó a acompañarme hace dos años en esta actividad. Sebastián كان شاركني لمدة سنتين في الشغل ده. Sebastián es un exjugador هو لاعب que jugó muchos años en España, jugó en Brasil. هو لاعب في اسبانيا, هو كان لاعب في اسبانيا والبرازيل واوروغواي. Una Copa del Mundo en Sudáfrica. ولعب كأس عالم في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا وكان الرابع في الرابع. América también con la selección. وكان بطل امريكا مع المنتخب. Y Alejandro es un preparador físico joven. Alejandro ده مدرب أحمال شاب. Pero muy actualizado. لكن متطور جدا و. Siempre con proyectos, siempre con nuevas دايما, ideas. دايما لي برامج ومشاريع. En realidad el que está contento de que estén soy yo. Estoy muy contento que esté conmigo. أنا بصراحة اللي سعيد لوجودهم معايا. Pero yo creo que ellos están muy contentos de estar aquí. وأعتقد إن هم كمان سعداء لوجودهم معنا. نرجع نتكلم مرة أخرى بقى على البطولة الأفريقية. سان داونز أصبح هو المنافس للنادي الأهلي في دور الثمانية في البطولة الأفريقية. عايز أعرف شعورك أول ما عرفت إن هو سان داونز, ولا أنت كان عندك إحساس إن أنت من الممكن إن أنت تواجه سان داونز, لأن جمهور الأهلي كله كان عايز يلعب ضد حورية كوناكري الغيني. Bueno, nosotros en la oficina. إحنا كنا في المكتب. Hicimos el mismo la misma proyección. عملنا نفس الحكاية, اتكلمنا في نفس الموضوع. Pero al final. لكن في النهاية. Para ganar hay que ganarle a todos. لازم نكسب كله. Así que bueno, te tocó este. كان من حظنا لاعب مع سان داونز. Y habrá que prepararse para ganarle a este. No es imposible. لازم نجهز نفسنا ان احنا نكسب ده. Seguramente vamos a tener un buen ambiente en Sudáfrica. اكيد هنعمل هيكون في جو كويس معمول. Bueno campo de juego. ملاعب كويسه معده كويس. Buen equipo, un equipo que juega bien. وهو فريق بيلعب كويس. Pero bueno, tenemos ilusión de que podamos vamos a poder ojalá poder pasar esta etapa. لكن عندنا امال ان احنا نقدر نعدي المرحله دي. معاهم مدرب خبير في البطوله الافريقيه بقاله سبع سنين ماسك الفريق. حضرتك تعلم التجانس اللي موجود لما يبقى في مدرب بقاله سبع سنين. ده نهائي مبكر الحقيقه, زي ما كل الناس شرحت وقالت ان ده نهائي مبكر للبطوله الافريقيه. كيف ستتعامل مع كل هذه الظروف؟ وبالمناسبه حقق معاهم اللقب قبل كده. Y bueno, es un elemento, es una la experiencia es un grado, la experiencia es importante. الخبرة عامل مهم جدا طبعا. No es definitivo. لكن مش هو عامل النهائي. Si no ganarían siempre los mismos. في الحالة دي كانوا هيكسب نفس الفريق دايما. Pero todo evidentemente es un muy buen equipo. لكن دايما هو فريق كويس. Tiene un gran entrenador. عنده مدرب رائع. Es un equipo importante. فريق مهم. Y seguramente también tiene la ilusión de poder llegar a la final. واكيد عنده الامال ان هو يوصل للنهائي زينا. Yo respeto eso. انا بحترم ده. Pero también tenemos nuestra ilusión. لكن عندنا احنا بقى امال. Tenemos nuestra confianza en los jugadores. وعندنا ثقة, عندنا ثقة في لاعبتنا وفي الفريق. Y vamos a intentar. وهنحاول. Que esa experiencia a la que él hacía referencia no se note. ان الخبرة دي ما تتلاحظش قوي.
طبعا عندك ازمات ومشاكل كتيره في الرحلات الافريقيه، يعني لما بتسافر هنا الكونغو، لما بتسافر هنا هنا هنا، ولا انت متعود على الازمات والمشاكل دي؟ ان امريكا موي باريسيدو، في امريكا ده بيكون شيء في تشابه كبير قوي فعلا. طب كويس، اي كاسير تنيس كاسير اسكالاس، في رحلات بتعمل فيها ترانزيت في بعض البلاد وممكن ياخر الرحله. اس ديجامو فورما بارتي دي اسto، ده جزء من الشغل بتاعنا. طيب، واجواء الاجواء نفسها بقى، الرطوبه والحر والكلام ده كله، نوعيه ارضيه الملعب في كل بلد مختلفه. يعني انت في الكونغو لعبت ضد على ملعب ترتان، الثوره شبيبه الثوره لعبت على ملعب ترتان، لكن رجعت لعبت مع تسيمبا مباراه على ملعب نجيل طبيعي هنا في مصر، النجيل الطبيعي. هل ده بيؤثر بشكل سلبي؟ pero que todo es que todo afecta، كله بيأثر طبعا. vuelvo a los ejemplos que uno conoce، هرجع للامثال، بعض الامثال اللي انا قلتها واللي عارفها. por ejemplo jugar a 4500 metros de altura، تلعب على ارتفاع 4500 متر فوق سطح البحر. في امريكا بيحصل لك ده، لو بتلعب في بوليفيا ممكن يحصل لك ده. o vas a algunos países del pacífico por ejemplo ecuador، بتلعب في الباسيفيك لكولومبيا، بتلعب في كولومبيا او في بلد ثانيه، y tienes que jugar bajo lluvia todo el partido، وتلعب تلعب تحت الامطار والملعب غرقان. hay que adaptarse a todo para ganar algo، hay que adaptarse a todo، لازم نتفاعل ونتعامل مع كل الاوضاع. en este caso bueno será un viaje largo، ممكن في ده يكون رحله طويله. seguramente bueno repito muy buen equipo، فريق قوي، pero tenemos nuestra ilusión، لكن عندنا امال، queremos llegar a la final، ان احنا عاوزين نوصل للنهائي، y para llegar tenemos que tratar de sortear este rival، ولازم نوصل لده بالفوز على الفريق ده. طيب، بما اننا بنتكلم على البطوله الافريقيه، الناس شافت ان في دوري الابطال، في دوري المجموعات، ان النادي الاهلي على ملعبه مختلف تماما خارج ملعبه. وخليني اقول لك واوصل ليك ده نبض الجمهور الحقيقه، ان هم شايفين ان المباراتين اللي اتلعبوا بره مصر، او ثلاث مباريات اللي اتلعبوا بره مصر، لم يؤدي فيهم النادي الاهلي بشكل جيد. رايك ايه في هذا الموضوع؟ وان كان هناك تحفظ دفاعي من مستر مارتن لاسارتي على في الثلاث مباريات اللي خارج ملعبه. رايك ايه في هذا الموضوع؟ وطبعا النتيجه كانت مش في مصلحه النادي الاهلي. الاهلي no tuvo el mismo rendimiento، الاهلي ما كانش عنده نفس الاداء. سيمبا no tuvo el mismo rendimiento، سيمبا ما كانش عنده برضه نفس الاداء. فيتا no tuvo el mismo rendimiento، فيتا ما كانش عنده نفس الاداء. كل الثورة no tuvo el mismo rendimiento، والثورة ما كانش عندها نفس الاداء. الريال de Madrid no tiene el mismo rendimiento، الريال مدريد برضه ما كانش عنده نفس الاداء. باريس سان جيرمان no tiene el mismo rendimiento، باريس سان جيرمان ما كانش عنده نفس الاداء. podemos estar dos horas aquí، وممكن نقعد ساعتين نقول ده. esto es fútbol، دي كورة. nadie gana siempre، مش دايما الفريق ما حدش بيكسب دايما، ودايما بنلعب في ارضنا احسن من فوير بره. yo no comparto el segundo partido nosotros para mí contra Vita el último partido no jugamos mal، الماتش بتاعنا ضد فيتا ما لعبناش وحش، لعبنا كويس. tuvimos unas cuantas ocasiones de gol، كان عندنا فرص للتهديف. quizás el final del partido no fue bueno los últimos، ممكن يكون اخر 15 دقيقة الفريق اداؤه اقل. pero bueno، لكن aparte si es algo que no hacemos bien، لو في حاجة ما بنعملهاش كويس، es algo que tenemos que trabajar para mejorar، ممكن نحسنها عن طريق الشغل. مش قلقان من الموضوع ده؟ a ver en todos los campeonatos continentales، دايما في البطولات القارية، los equipos grandes، الفرق الكبيرة، ganan en casa، بيكسبوا في ارضهم، y sacan punto fuera، وبيحاولوا يحصلوا على نقاط في الارض، في بره ارضهم. ده كل الفرق. nosotros tenemos que tratar de mejorar، احنا بنحاول ان احنا me preocupa todo، لازم نحسن، واللي في الاخر no me preocupa nada، o sea كل شيء بيقلقني، لكن الحل هو العمل والعمل والعمل. بالمناسبه لسه كان يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بيتكلم عن محمد صلاح بهذا الشكل، ان هو محمد صلاح في الجزء اللي احنا اللي هو او الوقت اللي هو سيء الحظ فيه دلوقتي، انسب حاجه ليه ان هو يشتغل 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 يشتغل. هنكمل كلامنا عن البطوله الافريقيه، وبعد كده هنتكلم عن محمد صلاح في جزء خاص اللي احنا هنتكلم فيه عن محمد صلاح ووجهه نظر مارتن لاسارتي في هذا الموضوع. ولكن عايز اعرف برضو، نخش في حته برضو فكاهيه شويه، مين اقرب اللعيبه لقلبك؟ شايف بشكل شخصي طبعا بعيدا عن النواحي الفنيه، بشكل شخصي في لعيب انت بتحبه من طبعا من فريق النادي الاهلي قريب منك
ولا طبعا مش هترضى تقول لي اللعيبه كلها شبه بعض واللعيبه كلها بحبهم. No, bueno, lo de la respuesta diplomática. لو بالنسبه للرد الدبلوماسي ده ليك انت الرد الدبلوماسي. A mí me preocupan todos los jugadores. انا بكون مهتم بجميع اللاعبين عامه. Algunos hablan más. ممكن يكون بعض اللاعبين بيتكلموا اكتر. Algunos hablan algo de inglés. في ناس بيتكلموا شويه انجليزي. Algunos entienden algo de portugués. وفي ناس بيفهموا شويه برتغالي. Y eso hace que a veces uno sea más cercano con uno que con otro. وفي الحالة دي بيكون في لعيب قريب مني شوية أكتر من لعيب تاني. Pero en realidad, bueno, لكن في الحقيقة a mí me importan todos. لكن في الحقيقة كلهم قريبين ومهمين بالنسبة لي. Está claro que cuando hay algunos que juegan más seguido. في بعض اللاعبين بيلعبوا باستمرار. Bueno, uno está más preocupado, más pendiente de esos. بكون مهتم طبعا بيهم أكتر لأن بيلعبوا أكتر ومهمين. La importancia en un grupo. لكن أهمية en un grupo de jugadores. الأهمية بالنسبة لمجموعة اللاعبين عامة. Es que los suplentes estén contentos. En el احتياطي اللاعبين دول بيكونوا سعداء برضه ومهمين. Lógicamente a veces lleva mucho trabajo. ده مهم جدا وده بياخد منا شغل. Es importante. ده مهم جدا بالنسبة لنا. طيب كلام كويس جدا من مستر مارتن. خلينا نطلع نشوف بقى لعيبة أو اللاعبين ماذا قالوا عن مارتن لوسارتي ونرجع نكمل مع حضراتكم. مارسيل طبعا لو اتكلم عليه من الناس المحترمه جدا، من الناس المدربين الكويسين واللي عندهم سي في محترم جدا. واكيد النادي الاهلي لما هيتكلم مع مدرب هيجيب احسن مدرب من احسن المدربين على مستوى العالم. فاكيد مستر لاسارتي من واحد من المدربين المحترمين، المدربين المميزين اللي عندهم زي ما بيقولوا كده روح النادي الاهلي. والناس طبعا شافت الماتشات اللي عملها مش هقول الانجازات اللي عملها، ماتشات كويسه والانجازات ان شاء الله بعد كده جايه باذن الله، الانجازات يعني تاخد بطوله. فالماتشات والمباريات اللي فاتت بصراحه عملها بطريقه كويسه، والناس شافت اللي هو مدرب مميز، مدرب محترم جدا، مدرب يليق على النادي الاهلي. بقوله طبعا اهلا بيك في قناه الاهلي وان شاء الله ما يبقاش اخر لقاء. الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتحترمه، الناس كلها عايزه تنجح معاه وهو عايز ينجح معانا، وده اللي بيقوله على طول. اهم حاجه تلعب على الشعار، شعار كده على الشعار بتاع النادي الاهلي. اهم حاجه يكون النادي الاهلي رقم واحد. اهم حاجه اللي هو يخلينا احسن من فريق في العالم. بمسى على حضرتك وبقول لك مبسوطين ان انت تكون على القناه النهارده، هنتفرج عليك طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه تحقق مزيد من البطولات مع النادي الاهلي باذن الله. نادي كبير، نادي عظيم، فباذن الله تحقق مزيد من البطولات. بيتعامل مع الناس كلها كويس، الناس كلها بتتمرن كويس معاه، هو تمريناته كل يوم فيها تمرينات جديده، تمرينات كويسه يعني بنستفاد منه كتير، وهو من الشخصيات الكويسة وبنتعلم منه. في نهاية كلامي أنا بتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية نرفع بطولة مع بعضينا وتكون أنت صاحب البطولة دي بإذن الله.
مستر لاسارت طبعا شخصيه كويسه جدا وبيعامل الناس كلها باحترام وبيعامل الناس كلها سواسيه بصراحه يعني، وان شاء الله تتوج ببطولات في النادي الاهلي ويرجع امجاد النادي الاهلي تاني ونتوج باول بطوله الدوري وناخد بعدها افريقيا والكاس وناخد كل البطولات ان شاء الله. ان شاء الله يحقق بطولات مع النادي الاهلي، واي مدرب موجود في النادي الاهلي لازم يكون رقم واحد اللي هو يحقق البطولات، والسنه دي ان شاء الله ويكون مكسب لينا ان شاء الله للفرقه، وان شاء الله هنقدر نساعده واللي جاي احسن لينا ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كل اللعيبه دي اتكلمت عن مارتن لاسارتي، عايزين نعرف رايك بقى في هؤلاء اللاعبين. Bueno, en el caso de Ashour y en el caso de Marwan, في حالة عاشور ومروان son gente con más experiencia, con más recorrido. هم ليهم خبرة كبيرة و و وباع كبير في كرة القدم. Y bueno, y seguramente agradezco el mensaje realmente porque bueno, a uno también بشكرهم على الرسالة اللي قالوها. Le llega ese tipo de cosas. ده بتأثر فيا الرسائل بتاعتهم طبعا. Pero me gustaría destacar لكن انا ببرز el mensaje de los más jóvenes. اللي قالوه الشباب الصغير في الفريق. En el caso de Sherif que por ahí no está jugando mucho, في الحالة دي شريف اللي هو ما بيلعبش كتير. Y en el caso de Handy Fati que está lesionado. وحالة حمدي este año el club. حمدي فتحي اللي هو لسه جاي النادي جديد. Y los dos dieron un mensaje que me parece el mensaje de todo con mayúscula y grande, ¿no? الاثنين قالوا رسالة مهمة جدا بحروف كبيرة. Ganar todos juntos. إن احنا هنكسب كله مع بعض. Ese me parece que es el mensaje, ganar todos juntos. إن احنا هنكسب مع بعض. Si logramos que toda la gente piense así, لو قدرنا نخلي كل جميع اللاعبين يفكروا بالطريقة دي. Es muy difícil que no consigamos los objetivos que. هيكون من الصعب إن احنا ما نحصلش على اللي احنا عاوزينه وبنسعى له. ثقافة لعيبة النادي الأهلي مختلفة الحقيقة، لأن زي ما قلت لحضرتك قبل كده إن عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي لا يفكر إلا في شيء واحد، أو كلهم الحقيقة ما بيفكروش غير في شيء واحد فقط وهو المكسب. رأي حضرتك إيه؟ هل ده بيساعدك خلال التدريبة خلال المباريات؟ Sí, ayuda mucho, sí. جدا طبعا. Sí, ayuda mucho. بيساعدنا كتير. Uno nota. بنلاحظ ده. Uno nota la forma que tienen de involucrarse, de atender. ان هم كيف بيندمجوا، كيف بيلعبوا. De trabajar por mejorar. وان هم بيشتغلوا عشان يتحسنوا. Un día de entrenamiento normal. في يوم تدريب عادي. Por ejemplo, tiene. ممكن. 9, 10, 11 jugadores. ممكن يكون في 9 او 10 لاعبين او 11 لاعبين. Que vienen más temprano al gimnasio. يجوا قبل الميعاد للجيم. O hacerse fisioterapia. او يعملوا تمارين خاصه. Es su deber, es su trabajo. ده شغلهم. Pero eso demuestra también la convicción que tienen por querer ganar. لكن ده اهتمام من ناحيتهم ان هم يكسبوا ويحسنوا من نفسهم. La verdad que sí, uno nota esa cultura. طبعا ده بنلاحظها ثقافه ملحوظه جدا في لعيبه الاهلي. طيب بما اننا برضو لسه بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي، خلينا نطلع نشوف بقيه لعيبه النادي الاهلي اللي سجلنا معاهم قالوا ايه عن مستر مارتن ونرجع نكمل مع حضراتكم. طبعا بحيي مستر مارتن طبعا على قناه الاهلي طبعا ومع كابتن اسلام طبعا، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه وتعجب الجمهور طبعا. يعني عايز اتكلم ان هو الفتره اللي فاتت دي كان معانا، عايز اتكلم ان هو من الشخصيات القويه اللي الواحد بيتعامل معاها، وبصراحه بيتعامل مع اللعيبه كويس جدا وعلى طول بيبقى سبورت عامه للعيبه اللي موجوده، وعامه عنده حماس كتير في الماتشات وبيدينا الحماس قبل المباريات. طموحاتنا طبعا مع مستر مارتن طبعا الفتره الجايه، طبعا طموحات النادي الاهلي عامه معروفه ان احنا دوري طبعا اللي احنا ان شاء الله نركز فيه، عندنا ماتش مهم الماتش الجاي ونركز الفتره الجايه معاه، وطبعا طموحاتنا اللي احنا ناخد البطوله الدوري وبطوله افريقيا، اي بطوله بنخش فيها طبعا بيبقى طموحاتنا كلها اللي احنا لازم ناخدها، دي سمه النادي الاهلي عامه. وطبعا هو على طول بيتكلم معانا في المواضيع ديت، في البطولات الكلام ده كله بناخدها واحده واحده، والماتشات بناخدها واحده واحده، وعلى طول بيتكلم معانا في اي ماتش بيبقى هو حماسي جدا في المباريات، وان شاء الله ناخد البطولات اللي جايه ان شاء الله ونسعى معاه ان احنا ناخد معاه البطولات ان شاء الله.
مبسوط طبعا انت موجود في قناه الاهلي. قناه الاهلي طبعا يعني حاجه كويسه للنادي وبتظهر كل حاجه ومعانا في كل حته، دي اول حاجه. وتاني حاجه طبعا يعني حابب اتكلم على شخصيه مستر لاسارتي، يعني مدرب محترم وشخصيه كويسه، بيتكلم مع اللعيبه كلها وبيتكلم معهم باحترام، بيتكلم معهم كويس، بيعرف يطلع كل لعيب عنده ايه، بيعرف يتعامل مع اللعيبه كلها، فدي حاجه كويسه. وانا مبسوط ان انا اتمرنت معاه الفتره ديت، وهو مدرب كويس وان شاء الله يكمل معانا ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله. طبعا بمسي على لازارتي، برحب بيه طبعا النهارده على النادي الاهلي، ورب يعمل حلقه كويسه وتسعد الجماهير كلها. انا عايز بس اتكلم اقول كلمتين. معانا في التمرين كويس، وبعمل اللعيبه كلها واحد كبير زي الصغير، طبعا بيدي لكل واحد حقه، شايف كل واحد في التمرين بيتمرن كويس، اللي بيدخل اللي متمرنش برضه بيتكلم معاهم، بيعاملنا كلنا كواحد يعني. طبعا هو حماسي جدا في التمرين وقبل الماتشات، بيدينا دفعه معنويه كويسه قوي للي هيلعب واللي مش هيلعب، وبيعمل اللعيبه كلها باحترام وكله زي بعضه هنا. فطبعا بتمنى له التوفيق، ويا رب يعمل معنا حاجه تفرق في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. مساء الخير عليكم مستر لازارتي، مساء الخير عليك كمان، ان شاء الله تعمل حلقه كويسه النهارده. حبيت بس ان انا اطلع اتكلم على شخصيه كابتن لازارتي شويه، ان هو راجل متحمس جدا للنادي الاهلي، وانه حقق نتائج كويسه جدا جدا جدا، وشخصيه محترمه جدا، وعارف يتعامل مع اللعيبه بطريقه كويسه جدا، وان شاء الله نحقق مع بعض نجاح ان شاء الله، والسنه دي ان شاء الله ناخد الدوري وافريقيا باذن الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ايه رايك يا مستر مارتن؟ bueno se repite lo de todos juntos no دايما بيكرروا طبعا الفكره الجماعيه، ده مهم جدا. es interesante que el mensaje llegue مهم جدا ان الرساله دي توصل للجميع. que todos de alguna manera tengamos la misma idea مهم جدا ان كلنا نتشارك في نفس الفكره. Solo con eso no basta. ده بالنسبة لي ده كفاية. Pero es un punto de partida importante. ¿no? فكرة الجماعية وإن إحنا فريق واحد. Hace un rato yo comentaba cómo uno se siente en el club, cómo uno empieza a formar parte del club. أنا من شوية قلت إزاي واحد حس إن هو جزء من النادي ده. Teniendo todos estos compañeros es imposible no sentirse a gusto, no sentirse bien. مع وجود الزملاء دول مش ممكن الواحد ما يكونش حاسس إن هو جزء منهم. وجزء من النادي. تمام. مانويل جوزيه واحد من اهم المديرين الفنيين اللي جم في النادي الاهلي. طبعا في عظماء كتير جدا جدا موجودين في النادي الاهلي، او مدربين عظماء كتير موجودين في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ولكن في الفتره الاخيره مانويل جوزيه واحد من اهم وافضل المديرين الفنيين اللي جم. حضرتك عملت معاه حركه لطيفه جدا جدا، ان انت يعني اتباركت بيه كده، قامله وراح قال له ايه؟ عامل له كده. que me contagiara suerte, que me contagiara يعني suerte. يعني ناخد منك شويه يعني، ف عايزين نعرف برضو اللقاء ده كان بيمثل بالنسبه لمارتن لاسارتي ايه. que me ilumine. Este encuentro. حضراتكم. que me ilumine, Gabri. ان هو يديله يعطيني بعض الحظ، انا كنت عاوز يديني بعض الحظ ويخليني انور زي ما انت بتقول. él dijo una cosa, muy sensata. هو قال حاجه صريحه جدا. que bueno que sí que bueno que fue una etapa muy linda lógicamente muy buena كانت فتره رائعه في حياته que tenían un gran equipo كان عنده فريق un gran equipo فريق عظيم y pero que además todos respondían وكلهم كانوا a esa palabra equipo كانوا بيلعبوا كفريق كمجموعه al final todos más o menos pensamos igual ¿no? وكلنا بنفكر بنفس الطريقه طبعا. كنت سعيد بالزياره دي؟ sí yo no lo conocía طبعا انا ما كنتش اعرفه شخصيا لكن كانت لقاء مهم وسعيد. Al final me gustaría algún día si tenemos tiempo algún día tener una charla con él. أتمنى أن يكون في لقاء تاني يكون في حوار ما بيني وما بينه. Conocer su experiencia aquí. لا عشان أعرف بعض خبراته. وعشان أتعلم منه كمان. Estamos hablando de un maestro. أنا بتكلم على ده معلم.
نفسك تكون زي مستر مانويل جوزيه في عدد الألقاب وعدد البطولات اللي جابها خلال الفترات اللي تقوم خلاها وخلاها إن شاء الله. أتمنى ذلك أتمنى ذلك أتمنى ذلك إن شاء الله. تمام. برضو حاجة مهمة جدا من الحاجات اللي أنا دايما بشوفها بتعملها, بس أنا الحقيقة مش لابس سلسلة, يعني السلسلة دايما مستر مارتن هو تقريبا اعتقد اللي انت لابسها sí. دلوقتي يعني سي siempre la llevo sí no yo no sé por qué le llama tanto la atención انا مش عارف ليه بتلفت نظركو دايما en realidad es una son dos cadenas son dos cadenas في الحاله هم في الحقيقه هم سلسلتين hay medallas de mi padre y en la otra medalla de mi madre فيها متعلق ميداليه لامي وميداليه بتاعت والدي y lo hago siempre como un gesto como un ritual mío personal دايما بشيلهم para que estén conmigo عشان خاطر يبقوا معايا دايما واحس بيهم دايما. لا كلام لا. جميل جدا وكلام مؤثر, يعني هم موجودين ولا bueno para mí es algo normal pero bueno بالنسبه لي دي حاجه طبيعيه بس دايما كنت عاوزهم يكونوا قريبين مني. نتمنى يا رب كل التوفيق لمستر مارتن. طيب برضو بما اننا بنتكلم بقى عايزين ناخدك شويه في مسيرتك او كيف بدا مارتن لاسارتي حياته في كره القدم بشكل عام, يعني وانت لعيب وبعد كده وانت مدرب. Bueno, yo dije hace un rato, yo era un estudiante de arquitectura. أنا كنت طالب للهندسة. Me gustaba mucho el fútbol. كان بيعجبني جدا الفوتبول طبعا. Bueno, jugaba en formativas, en divisiones juveniles. كنت بلعب في فرق شباب. En el año 80 me tocó debutar en primera división en Uruguay. في سنة 80 لعبت في الدرجة الأولى. Y bueno, más o menos ahí llevé mi carrera hasta el año 88. هنا ابتدت مسيرتي لحد سنة 88. Ese año yo jugué en Nacional de Montevideo. في الفترة دي لعبت Nacional Montevideo. Ganamos la Copa Libertadores de América. كسبنا كأس الأحرار في أمريكا. Que es la versión americana de la Champions de África. هي زي كأس أفريقيا. Y después tuvimos la fortuna de ganar la Copa del Mundo en Tokio, en Japón. وبعد كده كسبنا بطولة العالم في طوكيو اليابان. Y bueno, ahí ya tuve la oportunidad de ir a España 4 años. وبعد كده ذهبت إلى إسبانيا أربع سنين. Jugué en el Deportivo de la Coruña. لعبت في Deportivo de la Coruña. Una etapa muy linda también. ده كانت مرحلة جيدة في حياتي. Y ya bueno, ya regresé a Uruguay para jugar los últimos años en algunos equipos. وبعد كده رجعت لأوروغواي لعبت في فرق مختلفة. Siempre tuve la idea de entrenar. وكان عندي التدريب كان حاجة مهمة. Me preparé para eso. بدأت أدرس الموضوع. Hice los cursos. وعملت بعض الدراسة. Tuve la fortuna, eso es en el deportivo. Tuve la fortuna de poder entrenar casi inmediatamente que me retiré. وكان عندي الحظ إن أنا بدأت التدريب أول ما اعتزلت على طول. Fue algo bueno, ¿no? Fue algo bueno porque. وده كان شيء جيد. Porque digamos no me dejó tiempo para pensar bien o mal, no me dejó tiempo. ما كانش في وقت ان انا افكر ده جيد او سيء. Dejé de jugar inmediatamente me puse a entrenar. اعتزلت لعب الكوره وبدات التدريب على طول. Bueno, hasta ahora, ¿no? وحتى الان. الاول انا عايز اسال حضرتك كنت بتلعب ايه؟ Qué bigote tenía, no vieron el bigote, ¿no? بيقول لك انا كنت بشنب في الصوره دي. انا دلوقتي بشنب وده. ده اورا تيني باربا اي بيغوتي. سؤال مره ثانيه, انت كنت بتلعب ايه في الملعب؟ Yo jugaba como defensor central, era central derecho, central izquierdo. كان بيلعب زي سيرد باك. Era técnicamente justo. كان تكنيكو متواضع. Era bastante rápido. كان سريع, كنت بلعب سريع. Tenía muy buen juego aéreo, muy bueno. كنت بلعب بالراس جيد جدا. Tanto ofensivo como defensivo. في الهجوم والدفاع كنت بلعب بالراس كويس. Y creo que de alguna manera ya llevaba un entrenador dentro. لكن بطريقة أو أخرى كان جوايا إحساس إن أنا مدرب. Porque bueno, me tocó ser capitán en casi todos los equipos. في جميع الفرق كنت تقريبا الكابتن الفريق. Y además siempre estaba animando, hablando, diciendo cosas. دايما كنت بشجع وحمس الفريق بتاعي وكنت بتكلم مع اللاعبين. مين أقرب اللاعبين شبهك؟ تحس إن هو مارتن لاسارتي ولا مفيش؟ Yo me veo más parecido a. أنا بشوف نفسي قريب جدا. A Saad Samir, a Yasser. Saad Samir y Yasser. Una cosa así. Rami tiene más calidad. Rami عنده كواليتي اعلى شويه. Pero de ese estilo. Yo repito, zaguero contundente, fuerte. لكن كنت قوي وبلعب براسي كويس. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن مستر مارتن لاسارتي وحياته التدريبيه ونرجع نتكلم معاه بقى عن كيف بدأ حياته التدريبيه
وحتى الآن بعد هذا التقرير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. يعني مشوار تدريبي كبير، ولكن من أهم هذه المحطات بالنسبة لك وأصعب هذه المحطات بالنسبة لك حتى الآن إيه هي؟ Es que iba a comentar eso. Hay momentos buenos. هذا اللي أنا كنت هعلق عليه، إنك في أوقات بتكون صعبة وفي أوقات بتكون كويسة. Uno siempre le dice a los futbolistas. دائما بقول للاعبين. Que se preparen para disfrutar. Que استعدوا للمتعة. Porque son más la cantidad de momentos malos. لأن الأوقات الصعبة بتكون أكتر. Que los momentos buenos. بتكون أكتر دائما من الأوقات السعيدة. El tema que los buenos son fantásticos. الحقيقة إن الأوقات السعيدة بتكون هائلة ورائعة. El peor momento como entrenador fue en una etapa de la Universidad de Chile. أصعب فترة تدريبية كانت في la Universidad de Chile. Habíamos sido campeones de liga, campeones de la Copa. كنا أبطال الدوري والكاس. Y tuve un problema en la espalda. وكان جات لي مشكلة في الظهر. Y bueno, me encontré en un quirófano, en una operación. ودخلت غرفة عمليات. Y tuve un periodo, bueno, difícil. No sabía muy bien qué iba a pasar con mi vida incluso. وكانت مرحلة صعبة وما كنتش عارف ايه اللي هيجرى في حياتي. Pero bueno, por suerte quedó en el olvido. لكن ده أصبح ماضي بالنسبة لي وأنا بقيت كويس جدا. ايه الفرق أو ايه الأصعب؟ وأنت لعيب ولا وأنت مدرب؟ Entrenador. صعب هو أن أكون مدرب. ده بدون تردد. Eso sin pensar. Ah, no, pero por lejos. ده طبعا. Uno como jugador piensa en uno. لما يكون لاعب بفكر في نفسي بس. Y a veces cuando es capitán o es un poquito más grande. لما يكون كابتن فريق. Piensa un poco en todos. بيفكر بشكل جزئي في الجميع. Pero cuando uno es entrenador. لما يكون مدرب. Tiene que pensar en todos. لازم بيفكر في جميع أفراد الفريق. Este entrenó bien. ده اتدرب كويس. Este vino cansado. ده جه تعبان. Aquel está lesionado. ده مصاب. Aquel tiene mala cara. ده وشه تعبان. Aquel está muy contento. ده سعيد. Este vino tarde. ده جه متأخر. Todos los días es un montón de situaciones. كل يوم موقف مختلف. كل يوم موقف مختلف. A un mismo lugar, no a un solo lugar. كل يوم. Lugar común. لازم نجمع ده كله ويكون تحت سيطرة المدرب. صعب جدا ان انت تكون مدرب. واحنا في الفاصل الحقيقه بتكلم مع مستر مارتن، بقول له يعني كنا بنعمل حاجه كده في التوصيلات والصوت وكده عشان نبقى واصلين كلنا ببعض انا ومستر مارتن ووائل، لكن قلت له الموضوع صعب يعني. قال لي مفيش اسهل من ان انت تبقى لعيب. قعدنا الحقيقه نتذكر الحاجات دي. هو بالفعل الواحد دايما لما بيبقى او ما بيفكر في نفسه، او انت لعيب دايما ما بتفكرش غير في نفسك فقط، لكن وانت مدرب بتفكر في المجموعه ككل والنتائج ككل. كان يعني كنا بنتكلم عن هذه المواضيع، والحقيقه الكواليس كمان بتبقى حلوه جدا مع مستر مارتن. بالمناسبه قبل بس بتكلم عن حاجه مهمه جدا واكتشاف المواهب. هو ليه الناس حاسه ان انت ما بتضحكش يعني كتير في اللقطات اللي بتجيلك يعني؟ No lo sé. مش عارف. انا مش عارف. انا مش عارف. Es que no sé, me nace, no sé. Yo creo ser un tipo alegre. انا بني ادم سعيد. Pero el rato del entrenamiento. لكن في وقت التدريب. Para mí es serio. ده وقت جد. Es concentrado, es atento. لازم اكون مركز واكون. Hay momentos que uno se ríe o que alguien te hace reír. في وقت بيبقى في ضحك وتهريج. Pero, por ejemplo, cuando un partido. لكن في ماتش معين. Yo prácticamente no me río nunca. في اي ماتش طبعا. Lo tomo con mucha seriedad. ما بضحكش، بكون جد جدا في الماتشات. Y generalmente incluso cuando el equipo gana. وخاصة لما الفريق يكسب. Yo me voy enseguida para el vestuario. بتجه على غرفة الملابس، أسلم على الزملاء اللي موجودين جوه. Y cuando el equipo no gana, bueno, ولما الفريق يخسر esperando a que entre el último jugador, ¿no? بنتظر حتى يدخل جميع اللاعبين إلى غرفة الملابس. دي واحدة من اللقطات اللي برضو هنتكلم عنها لأنها لقطة مهمة جدا. برضو في جمهور كتير، وفي من الواضح أنا زي ما قلت في بداية كلام إن شخصية لاسارتي قريبة جدا من شخصية النادي الأهلي يعني. تمام. الحقيقه برضو خلينا، عايز تقول حاجه؟ اتفضل. نو كي سورت ديو كي بوينو كي ده من حسن حظي. تمام. مواهب كتيره جدا الحقيقه تم اكتشافها على يد مستر مارتن لاسارتي. نطلع نشوف مواهب اوروبيه كمان. نطلع نشوف تقرير عن اهم المواهب الاوروبيه اللي اكتشفها مارتن لاسارتي، ونرجع نكمل معاه بقى ونشوف تعليقه على هذا الكلام.
أسماء كبيرة ومهمة وعالمية، كان مارتن لاسارتي سبب في وجود هذه الأسماء في عالم كرة القدم العالمية، أولهم طبعا أنطون جريزمان لاعب أو نجم نادي أتلتيكو مدريد وسواريز. خلينا نبدأ بسواريز يا كوتش. سواريز سموه العضاد، هل هو بالفعل بيبقى دايما مشاغب كده في الملعب والكلام ده ولا ايه؟ كوميتيو algún error، هو عمل بعض الاخطاء. Le mandé algún mensaje en esa época. انا بعت له بعض الرسائل في الفتره دي. Pero bueno, pero él se dio cuenta, fue autocrítico. هو خد باله وبدا نقد ذاتي لنفسه. Y trabajó para mejorar. وبدا يحسن من نفسه. El tema es que a veces nos acordamos solamente de que muerde o que mordió. الفكره ان احنا بنفكر بس في ان هو بيعض او ان هو كان سيء. Pero no nos acordamos لكن de que no se debe tener 400 o 500 goles encima. لكن هو دخل حوالي 500 هدف. Es un goleador extraordinario. هو هداف no quiere perder مميز. Nunca quiere perder. عمره ما كان بيقبل الهزيمة. ما بيقبلش الهزيمة وهو منافس شرس. Además es un más allá de que uno cuando lo ve jugar, por eso me río cuando dice que no me río yo, ¿no? هو كان بيضحك عشان uno بتقوله, lo ve jugar a Luis Suárez y tiene una imagen. هو لما بيلعب لي, pero él no es así, él es una لي, persona لي شكل, es una persona afable, es una persona alegre. هو لاعب سعيد es muy buen compañero وزميل مميز. Y la verdad yo me alegro mucho de la carrera que está teniendo, ¿no? أنا سعيد لمشواره الكروي. سعيد لمشواره. وغريزمان بقى يا كوتش. Antoine tiene cosas parecidas a Suárez. في حاجات تشابه ما بينه وبين سواريز. هو برضه منافس وعايز يكسب دايما. Tiene una cosa muy buena Antoine. Toma siempre buenas decisiones. دايما بياخد قرارات صحيحة وصائبة. Tiene que jugar rápido. بيلعب سريع. Tiene que jugar lento. ممكن يلعب سريع، ممكن يلعب بطيء. Tiene que jugar por el lado. أو ممكن يلعب على الأطراف. Tiene que cambiar de frente. أو يغير ملعب. Es un jugador muy inteligente. هو لاعب ذكي جدا. Antoine tuvo una característica muy importante parecida a la de Suárez. كان ليه شخصية شبيهة بشخصية سواريز. Muchísimos equipos decían que Antoine no podía jugar. فرق كتيرة كان بتقول أنطوان ما يقدرش يلعب لأنه صغير. لأنه صغير ونحيف. Poca cosa. نحيف. Pero bueno, se demostró de que no era así, ¿no? لكن وضح وبين إن هو مش كده. بالنسبة برضو هما لسه على تواصل مع حضرتك ولا خلاص؟ Sí, a ver, no seguido, pero no habitual. تواصل مش متواصل مش على طول. Alguna cosa, لكن لما puntualmente quiero saber algo de ellos. لما أحب أعرف حاجة عنهم أو أحب أبلغهم حاجة بنبقى على اتصال. Ellos están haciendo su vida. هما ليهم حياتهم. En el caso de Luis Suárez, en algún momento, vuelvo a reiterar, en algún momento que la pasó mal. Luis Suárez كان في فترة سيء. Yo entendí que debía apoyarlo, debía estar cerca de él. كان لازم أدعمه. Y en el caso de Antoine, bueno, es diferente porque también estoy cerca de él, le mando algún mensaje. أنا على اتصال مع أنطوان. Hay una cosa que lo voy a contar si se puede. لو في حاجة عايز أحكيها لو ممكن. Uruguay y Francia jugaron el Mundial. أوروغواي وفرنسا لعبوا ضد بعض في الكأس العالم. وأنطوان هيسون جول. وأنطوان جا دخل جون. De hecho no lo festejó. وهو ما احتفلش بالجون ده. Después bueno Francia fue campeona mundial. فرنسا كسبت كأس العالم. Terminó el partido yo estaba en mi casa en Uruguay. انتهى الماتش وأنا كنت في بيتي في أوروغواي. Le mandé un mensaje. بعت له رسالة. Dije bueno me contestará mañana o pasado. قلت إنه هيرد عليا بكرة ولا بعده. Y a los 20 minutos وبعد 20 دقيقة me respondió رد عليا y me mandó una foto con la Copa del Mundo y su hija. وبعت لي صورة كأس العالم son gestos, ¿no? Que a uno دي حاجة eso no lo compra el dinero. Eso no lo compra el dinero. دي حاجة ما بتشتريهاش الفلوس. طبعا قيمة اللاعب مع قيمة المدرب أعتقد إن ده شيء جيد جدا. واللعيبة المحترمة اللي عاشت في بيئة كويسة وعاشت وشافت المدرب عمرها ما تنسى مين اللي بدأ معاهم كرة القدم ومين اللي وصلهم لهذا المستوى. طيب بالنسبة للمديرين الفنيين اللاتينيين هم مش منتشرين على مستوى العالم كله يا كوتش. Bueno eso es relativo, ¿no? ده شيء نسبي. En Inglaterra está Pellegrini. في إنجلترا في بيليغريني. Está el otro entrenador que está
bueno, que era entrenador del Español de Barcelona. وكان في المدرب الاسبانيول بتاع برشلونة. También está ahí. من الأرجنتين. En México hay muchos. وفي المكسيك في كثير من المدربين. Aquí cerca en Arabia, وفي Emiratos Árabes hay algunos argentinos también. السعودية, السعودية, وفي قطر, وفي الإمارات. Aquí en Egipto está Ramón Díaz. وفي مصر Ramón Díaz. Ramón Díaz. El entrenador de Egipto es latino, es bueno, es mexicano. والمدرب بتاع المنتخب. El anterior entrenador de Egipto fue Cooper. Aguirre. O sea, ese es el. Yo qué sé, es como todo. Hay como épocas, ¿no? دي بتبقى فترات, مجرد فترات. طيب, بالنسبة للمدربين هنا بقى في الدوري المصري. حضرتك برضو بقالك شهرين ونص, وقت قليل, ولكن شفت عدد كبير من المدربين, لعبت مباريات كثيرة. يمكن أكثر فريق في العالم لعب في شهر واحد 7 مباريات, وكان هيلعب الثامنة كمان لولا ان هي اتأجلت في ذلك الوقت, اللي هي مباراة بيراميدز في شهر واحد او في 26 يوم كمان, مش في شهر. فشفت مدربين كتير. ايه رأيك في مدربين الدوري الموجودين في الدوري المصري, المدربين المصريين اللي موجودين في الدوري المصري والمدربين الاجانب اللي موجودين في الدوري المصري؟ me parece entrenadores انا بالنسبة لي كمدربين de diverso tipo, مختلفين طبعا. nos hemos enfrentado a equipos que por ejemplo juegan muy bien, que tienen mucha posesión. واجهنا فرق بتلعب كويس, وبيكون que inician desde atrás. بيبداوا بيبنوا هجمة من الخلف, من ورا. Nos hemos enfrentado a equipos más de contragolpe. وقابلنا فرق بتلعب على الكونتر اتاك. Nos hemos enfrentado a equipos mucho más defensivos. وقابلنا فرق بيلعبوا اكتر بخطة دفاعية. La verdad que es, en ese aspecto es rico, ¿no? Hay de todo. ده حاجة بتسري الدوري المصري. Cada uno con su idea. كل واحد بأفكاره. Pero, y bueno, todos muy respetuosos a la hora de saludarnos. لكن كله محترم في وقت التحية. ودايما بنتمنى الحظ السعيد للجميع. طيب, بما اننا بنتكلم عن مدربي الدوري المصري, خلينا نطلع نشوف بعض اللقاءات مع بعض المدربين في الدوري المصري ورايهم في مستر مارتن لاسارتي. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. طبعا يعني بالفترة الأخيرة الأهلي بيشهد فترة جيدة في تصاعد المستوى وكذلك على صعيد النتائج. في الشك طبعا أي مدرب بيقاس بالنتائج اللي بيحققها, وهو فترة وجيزة أعتقد حقق نتائج جيدة على الصعيد المحلي, قدر أن هو يقلص عدد النقاط مع المنافسين الزمالك ومع بيراميدز, وابتدى يعود دلوقتي الفارق أعتقد نقطة بينه وبين نادي الزمالك قبل مباراة القمة القادمة, فأعتقد أنه ماشي بخطوة ثابتة. كذلك على صعيد الإفريقي يعني قطع شوط كبير جدا بتأهله للأدوار النهائية, فأنا شايف أن الأمور مستقرة فنيا. الولاد ابتدوا في النادي الأهلي يستجيبوا مع فكره بشكل كبير, خاصة الفكر الهجومي اللي هو بينتهجه في الفترة الأخيرة, وجاب نتائج جيدة جدا كمان مع عودة اللعيبة الكبار اللي كانوا مصابين, عطوا ثقل كبير جدا. وكذلك برضو اللعيبه الانتدابات اللي انتدبها النادي الاهلي في الفتره الاخيره برضو عملوا توليفه جيده, انسجام بيزيد من مباراه لمباراه. عشان كده انا شايف ان هو من فتره لفتره بيبتدي تبان بصماته شيئا فشيئا على لاعبي النادي الاهلي. النتائج ابتدت تتحسن على ايده بشكل كبير جدا. دلوقتي في سيستم اللعيبه اعتقد بشكل رئيسي بينتهجوا النادي الاهلي, في ثبات في المستوى, في تنافس بين اللاعبين كلهم, في تدوير بشكل كبير جدا. انا شايف دي بكلها من الايجابيات. ثم اخيرا تحسن النتائج. يعني المدرب الاجنبي دايما بيحوز اعجاب الجماهير, خاصه يعني كلنا نعرف مستر مانو جوزيه بيمثل ايقونه الجماهير النادي الاهلي, فانا لاسارتي ماشي على الخطه دي, ابتدت الجماهير تثق فيه بشكل كبير واللعيبه تثق فيه. في شك مع تحسن النتائج الكل طبعا بيثق في قدرات المدير الفني, فانا يعني بحييه وان شاء الله بشد على ايده الفتره القادمه, وان شاء الله النادي الاهلي يظهر على ايده بشكل جيد ان شاء الله. شايف مستر لازارتي بيتكلم مع بيتعامل, بيعرف يتعامل كويس او مع اللعيبه نفسيا, بدا يشتغل بشكل تكتيكي عالي جدا, ثبت ايمن اشرف في الزوري الثالث,
ثبت محمد هاني كباك يمين، بدأ يوظف كريم نيدفيد بشكل أكثر من رائع في وسط الملعب بعد ما كان بيلعب باك يمين. بنشوف كريم نيدفيد بيكمل عمرو السولية. عمرو السولية تطور كبير جدا في أدائه في الملعب، بقى مكمن خطورة للنادي الأهلي، بدأ يزيد وهو يمكن بيعتمد على دي بشكل كويس جدا، الزيادات العددية للاعبي وسط الملعب سواء عمرو السولية أو كريم نيدفيد أو حمدي فتحي لو موجود، بيشتغل على الأطراف بشكل كويس قوي. يمكن أنا شايف إن علي معلول في أفضل حالاته الفترة الأخيرة، بقى مفتاح لعب كبير جدا للنادي الأهلي، وده بمساعدة زمايله. التحركات اللي بيعملها لاعب النادي الأهلي داخل الملعب دي بتساعد الأطراف بشكل كويس سواء علي معلول أو محمد هاني. طبعا شايفين برضو عودة مروان محسن بشكل كويس قوي من ناحية كمان التهديفية، هو مدرب واقعي بيعرف امتى يدافع، وده شيء طبيعي جدا في كرة القدم. بنشوف أندية كبيرة زي برشلونة أو ريال مدريد في أوقات مباريات كبيرة بيدافعوا بالتسعة أو العشرة لعيبة، لأن هي كرة القدم مواقف دفاعية وهجومية. المجمل أنا شايف إن هو مدرب كويس جدا، شايف إن هو مناسب جدا للنادي الأهلي في الفترة الحالية، وأعتقد مع الوقت وإن هو بيشعر بالاستقرار، ودي ميزة في إدارة النادي الأهلي إنها دايما بتشعر المدير الفني بالاستقرار، وإن ما بتحاسبش بالقطعة، لا يعني بتحاسب على المدى الطويل، وبيحددوا الأهداف اللي عايزها النادي الأهلي خلال الفترة دي. أنا شايف إن برضو في إحلال وتجديد في النادي الأهلي، وشايف إن هو بيشتغلها بشكل كويس أوي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. مستر مارتن، يعني كلام محترم الحقيقه سواء من الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود او من الكابتن علي عبد العال المدير الفني لنادي الداخليه. Bueno, sí, agradezco mucho la انا بشكرهم جدا. La palabra de los colegas. انا بشكر كلام زملائي. Ese es un gran privilegio que da ميزه las palabras que dicen. ده ميزه كبيره ان هم يقولوا الكلام ده عني. Dijo que me parecía a Manuel José. قال ان انا بمشي على خطى مانويل جوزيه. اتمنى ذلك، اتمنى الحظ ده. Y creo que lo más importante es que todos podamos nutrirnos de todos, ¿no? Todos los días se aprende. ان احنا نتعلم من بعضنا. De hecho, yo los partidos que hemos jugado siempre trato de robar conceptos de los rivales. من الماتشات اللي احنا لعبناها بحاول اتعلم واستفيد من المنافس. En el equipo nuestro, ¿no? واحاول اطبق ده في الفريق بتاعنا برضو. عموما احنا خلاص يعني في نهايه الحلقه 10 دقائق ربع ساعه، ولكن عايز اسال حضرتك اسئله يعني سريعة جدا. أسألك أسئلة سريعة. الناس حضرتك عارف إن هنا الناس في مصر قد إيه بالنسبة لهم محمد صلاح ده حاجة كبيرة جدا، إيه رأيك في اللي بيحصل مع محمد صلاح في هذه الأيام وعدم تسجيله أهداف لمدة 4 أو 5 مباريات متتالية؟ ده أزعج الناس كتير جدا. Porque el fútbol es así. Otra vez lo dije varias veces, pero el cora هي كده. Me viene el caso de Suárez rápido. دايما بيجي على بالي سواريز. Se ha pasado un mes y medio, dos meses sin meter un gol. لو فات شهر او شهرين بدون تهديف. De repente dos goles, tres goles, وفجأة ممكن يجيب جونين او ثلاثة او اربعة. Salah es extraordinario. صلاح ده مميز. Extraordinario. وهو ظاهرة. Ya lo ha demostrado. وهو وضح ده. Simplemente, bueno, a veces son momentos, no son máquinas. ممكن يكون ده مش وقته. Son futbolistas. هم مش مكن. Y seguramente hay لكن هم لاعبين كرة. Confianza o mental. ممكن تكون مشكلة ذهنية أو ضغط عصبي. أنت شايفها يا كوتش؟ كومو presión. Ya juegan el mismo equipo que jugaba antes. بيلعب في الفريق اللي كان بيلعب فيه قبل كده. Es el. El líder o el jugador más destacado de la selección egipcia. هو أهم لاعبين المنتخب المصري. Quizás. من الممكن. Esto desde fuera sin saber mucho, ¿no? من الممكن من بعيد بدون. Quizás pueda influir que se diga, por ejemplo, que el Real de Madrid lo puede llevar. ممكن يكون بيأثر عليه الأخبار اللي بتقول إن ريال مدريد. Esas cosas a veces pueden afectar. هيشتري. وممكن ده يأثر عليه فعليا. Pero a ver, a mí me parece que Salah es un jugador extraordinario, con una gran personalidad. انا بعتبره لاعب مميز جدا وظاهره.
la semana que viene o la otra o la otra. الاسبوع القادم او اللي بعده van a volver los goles de Salah. هترجع اهداف صلاح. Extraordinario rendimiento. وادائه المميز المعهود. منتخب الوطني المصري وبطولة الأمم الأفريقية. حضرتك قلت ان انت التقيت ب اجيري المدير الفني للمنتخب المصري، وزي ما حضرتك عارف ان المباراه او بطوله الامم الافريقيه ستقام ان شاء الله في النصف الاخير من شهر 6 القادم. ايه رايك في اقامه البطوله اولا في مصر، وهل يستطيع المنتخب المصري ان هو يكسب هذه البطوله في ظل الاجواء واللي حضرتك شايفه؟ Bueno, primero que nada es una fiesta fantástica. ده حدث هام جدا. Una gran oportunidad de unión de los pueblos. وفرصه هامه لتجمع الشعوب. De albergar un torneo extraordinario. وهتكون دوره افريقيه رائعه. Es una gran responsabilidad para todos. También. ده مسؤوليه كبيره على الجميع وانا منهم. De brindarnos a la gente. De tratar de apoyar de que el torneo sea lo que todos queremos que sea. ان احنا نحاول نخرج البطوله باحسن طريقه. Y bueno, si Egipto tiene la oportunidad de ganar. ومصر ممكن يكون ليها فرصه انها تكسب ان شاء الله. Bueno, mejor aún, ¿no? هيكون la fiesta completa. هيكون احسن وهتكون الاحتفال اكبر. Yo me apunto a festejar también, ¿eh? وانا هحتفل معاكم طبعا اكيد. طبعا اكيد طبعا. طيب وقت اطول المسابقه هتقف خلال هذه الفتره، هل ده هيؤثر بشكل سلبي على النادي الاهلي ولا انت ما عندكش اي مشكله طالما ده عمل هيقام في مصر وبالتالي يقدر يديك دفعه اخرى من الانجازات ان انت تقف الفتره دي وبعد كده ان شاء الله ترجع بشكل جيد؟ Sí, sí, seguramente va a ser así. ده اكيد هيكون كده، ده هيساعدنا. Lo más importante, bueno, lo que en realidad hoy no sé qué jugador dijo, es verdad, yo siempre digo paso a paso. دايما بقول خطوه خطوه، دايما بقول خطوه خطوه. No nos ponemos a pensar mucho más adelante. ما بنفكرش دايما في المستقبل البعيد. Pero está claro que si tuviéramos un periodo de preparación. لكن لو عندنا فرصه للاعداد sería muy interesante. هتكون بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا وحاجه كويسه جدا. ايضا لو عايز اروح بقى للدوري المصري شويه او اخيرا يعني نتكلم عن الدوري المصري. لو انت دلوقتي بتفكر في كل اللاعبين او شفت معظم اللاعبين في الدوري المصري، هتختار مين من الاثنين او ثلاث لاعبين من افضل اللاعبين في الدوري المصري بما فيهم النادي الاهلي اولا؟ No voy a hacer una valoración individual. مش هقول تقييمي لاعبين. Para mí los mejores jugadores son los míos. بالنسبه لي احسن اللاعبين هم لاعبيني. اللاعبين النادي الاهلي. اوكي، بعد لعيبه النادي الاهلي بقى يجي مين من وجهه نظرك؟ Hay muy buenos. في لاعبين مميزين. طب ماشي، انا عايز اعرف ولا مش هتقولهم لي؟ No me interesa destacar. Hay muy buenos jugadores. في لاعبين كويسين جدا لكن انا مش هقدر. No me corresponde mi papel es estar con mis jugadores, pero hay muy buenos futbolistas. مهمتي ان انا اكون مع لاعبيني وانا شايفهم احسن لاعبين. طيب بغض النظر عن اسماء اللاعبين، ولكن هل تتمنى ان تتعاقد مع احد اللاعبين خلال الفتره القادمه من الموجودين في الدوري المصري مثلا؟ Sí, bueno, a ver, repito, no me he puesto a pensar eso todavía. انا ما فكرتش في ده حاليا. Estoy solamente enfocado en el equipo que tenemos. انا حاليا مركز في الفريق بتاعي. Y bueno, y tratar de conseguir los objetivos. وبحاول اوصل لاهدافنا. Mañana no sé. بكره مش عارف ايه اللي هيجرى. Igual estoy. ممكن اكون موجود او capaz que no estoy او ما كنتش موجود. Esto no se sabe. Aquí lo más importante ahora es. لكن اهم حاجه بالنسبه لي هو فريقنا y conseguir los objetivos. وان احنا نوصل للاهداف بتاعتنا. Después veremos. وبعد كده نشوف بقى اللي هيجرى. طيب بما ان فريقنا جيرالدو واحد من اهم الاسماء اللي بتلعب بشكل كتير الحقيقه في مباريات الدوري، هل اثر معاك عدم قيده في البطوله الافريقيه برضو ولا لا؟ ايه فونا بينا. ده حقيقي للاسف. للأسف إن هو مش موجود في القائمة الأفريقية. لكن إحنا كنا عارفين ده. Pero bueno, creemos que de todas maneras era muy importante. كنا بنعتقد إن مهم جدا. Y lo está demostrando en la Liga Egipcia. وهو فعلا وضح ده في الدوري المصري. إن هو مهم جدا. تمام. أخيرا يا كوتش، العائلة. عائلة مارتو لاسارتي، يعني مراتك وولادك هل من الممكن ان هم يجوا مصر او جم مصر قبل كده؟ وكلمنا عنهم شويه برضو، احنا ما اتكلمناش عن عائله مارتو لاسارتي اطلاقا يعني. سي فينيرون هم جم. دي هيتشو مي هيجو استا هوي ان الكايرو. حقيقه ابني موجود حاليا في القاهره. جاس بونو سيوا مانانا.
هيسافر بكره. Mi hija va a venir el mes que viene. بنتي هتوصل الشهر y الجاي. Bueno, y algunos amigos también. Y وبعض الاصدقاء هيجوا برضه. Directo también va a venir. Les ha gustado mucho. وهم عجبتهم مصر جدا. Y bueno, siempre es importante también para uno, ¿no? ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. هل ابنك له علاقه بكره القدم؟ طبعا ابن مستر لاسارتي وبنته. نو نو مي هيجو لي جوستا السينما. ابني بيحب السينما. Va a trabajar, se llama Sebastián. هو اسمه سيباستيان. سيباستيان. Y mi hija se llama Itziar, es un nombre vasco. وبنتي اسمها Itziar. وهي ده اسم باسك. Trabaja en publicidad. بتشتغل في مجال الاعلان. الاعلان. ما لهمش اي علاقه بكره القدم. No, no, ninguno de los dos, nada. لا 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 لا. وشايفين شغلك في مصر ازاي يا كوتش؟ يعني بيتابعوا بقى شغلك في مصر، عايزين يجوا مصر يتفرجوا على البيرم يعني الاهرامات والمتحف وعايزين يشوفوك في التمرين، ولا الموضوع مش فارق معاهم كتير؟ سي. No, no, les ha parecido una gran oportunidad. دي كانت فرصه بالنسبه لهم كويسه جدا. Han visitado, bueno, todo lo que han podido visitar, han ido a Luxor. هم زاروا اللي قدروا يزوروا. زاروا الاقصر والكرنك والاهرامات. Bueno, y el Jalili, وخان الخليلي الشاوي, والفيشاوي el barrio copto, والحي القبطي. Así que bueno, alguna mezquita, وبعض المساجد طبعا. Así que la verdad que han aprovechado el tiempo. هم استفادوا من وقتهم هنا في مصر ببعض الزيارات. ان شاء الله يكونوا دايما سعداء هنا في مصر. الحقيقه انا عندي برضو لقطه عايز اوريها لمستر مارتن وعايز تعليقه عليها، ودي ان شاء الله تبقى اخر حاجه عندنا هنا في الحلقه. ورينا اللقطه برضو كده يا برجاوي اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ولا هي هو ده جمهور النادي الاهلي في مباريات النادي الاهلي. شو كيرو خوار؟ انا عاوز العب. انا عاوز العب، عاوز ارجع العب. انا عايز برضه العب. اكيد انتو تامين كيري خوار. ديجو انا ده انا هموت والعب. bueno el me muero y juego. impresionante. a veces uno no se da cuenta lo que tiene, ¿no? ساعات الواحد ما بيقدرش الحاجه اللي معاه. esto es un poder enorme, es una دي قوه. es realmente es como jugar con Es como jugar con 12 o 13 jugadores. ده معناه ان انت بتلعب ب 13 او 14 لعيب. Ojalá lo podamos aprovechar. نتمنى ان احنا نستفيد من ده. Y también le demos una alegría, ¿no? ونسعدهم ان شاء الله. مستر مارتن شرفتنا ونورتنا، انا سعيد جدا بهذه الحلقه، سعيد جدا بان انا كشفت قد ايه هذا الرجل. هو رجل محترم، رجل ودود، رجل بيتكلم بشكل كويس جدا، رجل بيضحك كتير بالمناسبه، يعني طول ما احنا قاعدين سواء في الكواليس او امام الكاميرات هو دايما بيضحك، لكن العمل معناها الجديه والالتزام في العمل. هو ده مارتن لاسارتي. فانا بشكرك جدا مستر مارتن على وجودك معانا النهارده، واتمنى لك دوام التوفيق خلال الفتره القادمه. ولو عايز توجه رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي al público. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. شكرا على الدعوه الكريمه. Ojalá que seamos capaces de repetir de entregarle a esta maravillosa a este maravilloso público una alegría. نتمنى ان احنا نهدي للجمهور الاهلي السعاده. Y que bueno, que el tiempo que dure esta tarea, الوقت اللي هيستمر فيه شغلنا. En el fútbol nunca se sabe. في الكورة ما بنبقاش عارفين. Bueno, sea de provecho, que sea positiva. نتمنى ان هي تكون حاجة إيجابية. Que uno tenga la oportunidad de dejar algo. أتمنى ان احنا نقدر نسيب حاجة. Porque yo seguro me voy a llevar algo también. أنا برضو هاخد حاجة معايا وأنا ماشي. نعم. أكيد. شكرا جزيلا يا مستر مارتن على وجودك معنا. شكرا مستر مارتن. شكرا جزيلا. ايضا انا بشكر الحقيقه مترجمنا الحقيقه اللي بقاله معنا فتره طويله جدا وائل. شكرا جزيلا ليك يا وائل ايضا على كل هذه الترجمه. عارفين قد انت تعبت، ولكن شكرا جزيلا، وجمهور النادي الاهلي يستحق. الحقيقه حلقه كانت مهمه جدا جدا جدا، زي ما قلت لحضراتكم خلال الفتره اللي فاتت ان احنا عندنا مفاجات كثيره جدا جدا في قناه النادي الاهلي خلال هذه الفتره. مارتن لاسارتي المدير الفني، اعتقد ان بعد الحلقه دي في ناس كتيره جدا جدا هتعرف قد ايه هذا الرجل هو رجل محترم، قد ايه هو رجل بشوش، رجل بيضحك زي ما قلت لحضراتكم كثيرا جدا، لان الموضوع ده
ناس كتيرة جدا سألتني لما عرفوا ان انا هصور مع مستر مارتي لاسارتي. انا بشكركم جدا على هذه الحلقة وعلى هذه السهرة الخاصة، وانتظرونا قريبا في مفاجآت اخرى في قناة النادي الاهلي. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.